مساء الخير. لقد ثار الناس لأن من يدعي محاربة الفساد يشارك في الفساد ويغطي الفاسدين ويتحالف معهم في الحكومة والنيابة والتعيينات التي أتى بعضها بمن لا يستحق أن يكون أمين مستودع، فإذ ببعض الزعماء يسلمونه إدارة وقضاء ومجالس بميزانيات ضخمة. لقد ثار الناس لأن مطارهم وسخ ومرفأهم يسرح فيه المهربون ويمرحون، وحدود بلدهم فالتة للزعران والمهربين، ولأن طرقاتهم تتسبب بمقتل المئات سنويا، وبحرهم ملوث والشاطئ مسروق وبعده تحول إلى مطمر للنفايات. لقد ثار الشعب لأن بعض سياسييه يمننونه ليل نهار ويدعون نظافة الكف بينما يتشاركون في الصفقات. وثار لأن السياسيين يضعون أيديهم على القضاء، وبعض القضاء فاسد، وبعض الأمن فاسد، وبعض الهيئات الرقابية فاسد. أتسألون لماذا ثار الشعب؟ اسألوا من ينامون في السجون منذ سنوات بلا محاكمة، واسألوا من يحرمون من الجنسية اللبنانية بينما يجدون أصحاب المليارات ينالونها في مراسيم مهربة وبعضها مدفوع الثمن. أتسألون لماذا ثار الشعب؟ اسألوا والد إلا طنوس الذي لم يتمكن منذ سنوات من محاسبة من تسبب ببتر أطراف طفلته في جمهورية بترت فيها أخلاق وضمائر بعض المسؤولين. أهلا وسهلا بالإعلامي ريمان جيم وبالممثل بديع أبو شقرة بهالحلقة الخاصة لمتابعة الحراك الشعبي. كمان بالقسم الثاني رح يكون معنا الفنان والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، وبالقسم الثالث الممثل وسام حنا. ريما، اللي شفناه بهال 17-18 يوم، شو هي ثورة، انتفاضة، حركة شعبية، حراك شعبي، فورة، شو بتسمي؟ هيدا نتيجة كل شيء ذكرته بمقدمتك داني. هيدا النتيجة، يعني نحن لو ما عملنا هيدا النتيجة شو ما كان بدهم يسموه أكيد اسمها ثورة بالنسبة لإلي. بس إذا حدا حب يقول انتفاضة، إيه انتفاضة، إيه حراك، وإيه مستمر، وإيه ثورة، لأنه الناس يعني أنا بشغلي كل يوم بسمعهم عم بيثوروا، كل يوم كانوا يثوروا على الهواء وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ونقول عنهم هيدا شعب ما بيعرف يثور. نتطلع بالدول العربية حولنا، نتطلع بوين ما كان حولنا، نلاقي إنه في شعوب حية، في شعوب بتعرف الطالب بحقوقها، مش بمطالبها، بحقوقها، بأدنى حقوقها. نتطلع حوالينا ومنسافر ومنشوف إنه نحن مثل ما ذكرت يعني أسوأ دولة على كل المستويات. يعني مش معقول نحن كشعب نقعد ننطر تصنيفات لبنان الاقتصادية وين بتكون بالآخر. هيك اليوم اجى تصنيف جديد كمان تراجعنا. يعني كل الوقت كنا عم نراقب شو عم بيصير حوالينا وساكتين، بس بالآخر يعني بدنا نحكي، بالآخر بده يطلع هيدا الصوت، بالآخر صرخة الناس لازم توصل لشي مطرح، لكل اللي عم بيحجموا هيدا الحراك وعم بيقولوا عنه إنه مش ثورة وحراك وشو ما ليه يقولوا كلمات. صرخة الناس بدها تأنب لهم ضميرهم، بدها توجعهم بمطرح لو قد ما شيطنوه ولو قد ما لقوا له أخبار. أنا كنت عم بسمعهم يوميا اللي ذكرته عن المستشفيات داني بمقدمتك، عن المرفأ، عن ريحة الزبادة اللي كل يوم نتنشأ نحن ورايحين على أشغالنا وراجعين. يعني في بعض الناس انزعجت من تسكير الطرقات، مع حق بنسبة معينة، بس بالآخر بالآخر كنا عم نروح ونجي على أشغالنا بدون قطع. بس كنا كمان كل ما أجا زعيم نوقف له، وكل ما اجا ضيف من عنا من برا تسكر داون تاون كلها، وكل ما بده يمرق حضرته نوقف له 10 ساعات، وكل ما بدها تشتت الدنيا بدها نوقف بالمي. يعني كمان يعني كان عنا معاناة كتير كبيرة أسفرت عن هالشي. بديع كتار أكيد سمعت قالوا لك هالجمعتين ثلاثة شو بدك بالشغلة، أنت فنان عندك علاقات مع الكل، لازم تطل هون وهون، ما لازم تنشمس. أكيد سمعت كتير، انشمست ومش فرقاني معي. بس في ثمن رح تدفعه مقابل كل هذا. ومش فرقاني معي الثورة اللي شاركت فيها، ومش فرقاني معي بكل صراحة وبكل بساطة، لأنه الوطن أولا، لأنه بالدرجة الأولى الواحد بده يكون لما بده يكون فنان عن جد بده يكون صادق مع نفسه وعم بيقول الحقيقة،
وعنده الفنان هو قضية، الفنان مش مجرد انترتينمنت وتسلية، الفنان قضية، وهيدي القضية ما في أجمل منها لما تكون هي قضية وطن. وطن جريح صار له 30 سنة، وطن مثل السفنجي صار كله من جوا مدود لهالدرجة، دود ناخره. وأنا مثل ما قالت ريما كمان إنه كنت أقول يا عمي كيف منقبل نحن هيك؟ أنا عشت برا وبعرف إنه ما بيقبلوا، كيف نحن منقبل؟ لو وصلنا لمرحلة لقينا إيه مزبوط الشعب. أنت كان عندك هالانتفاضة كانت موجودة عندك، تبين بإطلالاتك مقابلاتك على السوشيال ميديا تبين. شو صار هلأ هيك فار هالشعب؟ يعني في يعني نمنا ليلي وعينا في شيء تغير بالبلد؟ اللي بعتقد الشرارة اللي خلتنا نوصل لهالمرحلة هي لما حس الشعب مش بس مظلوم ومقهور. احنا انت عم تحكينا عم تتابع اللي عم بيصير عبر الشاشة عبر بزيتونة بي كمان. الشعب حس انه مزلول، الشعب حس انه مش محترم، الشعب حس انه ما حدا بياخد برأيه، الشعب لها انه لا ما لازم اتعود، لازم ارفض. هيدي الثورة علمت الناس انه الشعب الثورة تطالبه بحقوقه، الشعب هو مصدر السلطات وهو بيجيب حق الشعب. مثلا الشعب بيعرف انه الاملاك البحرية هي ملكه، انه كل شط بلبنان في ينزل عليه ببلاش، وكل شط بلبنان هو مستباح ومعمر عليه اوتيلات وهيدي معمرة بشكل غير شرعي. الشعب بيعرف انه عم تنسحب المصاري من تحته وهو ما معه خبر. الشعب بيعرف انه كل صفقة عم تعملها الدولة بسلطتها الموجودة ما بتمشي الا اذا توزعت الكوميسيونات على الموظفين الكبار وعلى الزعماء. ونحن من الاول، وانا اكثر كنت يعني مصر على هيدا الموضوع، انا لا اتعرض بالشخص لاي انسان، ولكن اي انسان موجود بسلطة وسيستام فاسد فاذا هو فاسد، الاشرف له انه يترك وينتقل الى صفوف الشعب والمعارضة. ريما اليوم فتحت مدارس، قسم كبير منها الجامعات، الناس راحت على شغلها، خلصت الثورة برأيك؟ مش حسيت مفروض. اليوم هيدا الاحساس حسيت في انكسر، في شيء خلص؟ ايه اذا بدك ايه حسيت هيك. طب شو بنضل على الطرقات ومسكرين طرقات كمان؟ هيدي الثورة يعني ما في ثورة بتخلص بين يوم وليلة، في ثورات تستلزم دم، في ثورات بالعالم أخذت سنين لحتى، خاصة مع الطقم حاكم له 30-40 سنة يعني معشش بكل الدوائر، يعني بيعرف كيف يحكي مع الناس، بيعرف كيف يستلمهم، بيعرف كيف يألف لهم قصص من الخيال. يعني أنا في شغلة إيه عم نحكي عن الثورة عن الكرامة، قال بديع هي ثورة كرامة أكثر ما هي ثورة جوع، للي عم بيقولوا أنه يمكن هن بيعتبروا الناس الجوعانة هي الناس اللي بنعطيها 100 دولار بالانتخابات، بركي بمرق لها 100 تانية بيمشي حالها. حتى نقول أنه الناس الظاهرة في ناس مرتاحه ماديا، في ناس مرتاحه ايه، بس هيدي كرامه ما خص المصاري. يعني في ناس عندها شركات بس هاي الشركات عم بتقفلس، في ناس قفلست اوريدي شركاتها، مش معناتها ما معها مصاري، بس كمان نتيجه الطريقه اللي عم بيتعاملوا فيها مع الناس ومع الشركات وبالاقتصاديا خلت هالناس يا اما بدها تبقى بطريقه غير لائقه لها والا بدها تفل. يعني بالنسبه للثوره انا مآمنه فيها وبديع كمان طبعا، ما هيك هيدا هلا ايماني الوحيد بعد ما انا ما عندي شيء افكر فيه غيره. ما خيب املكم؟ لا انا هلا ما خيب انا أملكن. انا شوي اليوم حسيت هيك بس ما بدي خلي هالاحساس يسيطر علي. لا اكيد ما خيب املنا، لانه الاشياء اللي عم بتشوفها كل يوم وهيدي الثوره اللي عم بتضيع السلطه بالاشياء اللي عم تعملها، اوعى حدا يفكر انه هيدي اشياء منظمه مخطط لها وفي ادمغه قاعده عم تخطط لها وفي قياده وفي مجلس قياده، هذا كله طقانات عم بتمول، في جهات خارجيه خليهم يبرهنوا اذا في جهات خارجيه. انا اول واحد حطيت على تويتر انه جاي السي ان ان تغطي، ما بدنا نعمل مقابلات على السي ان ان، نعمل مقابلات على التلفزيونات المحليه وعلى التلفزيونات اللي بتغطي الاحداث بالعالم العربي. ومش بس هيك، انا بقول انه الشعب هلا يقوم بالثوره بمساعده نفسه،
ولن نثق بأي جهة خارجية كي نبقى متحررين، لن نثق بأي جهة عربية أو غربية أو غير غربية. الثورة وليدة الشعب وستبقى وليدة الشعب. بس هيدا عدم التنظيم كمان ما بيضر الثورة بمطرح. مش من زمان قبر شمون دخلت سفارة بكلمة مش الحال وحبوا بعضهم وتوافقوا. يعني صرنا بنعرف نحن مين شغل سفارات ومين مش شغل سفارات، بس هيدي التهمة اللي هي ملتصقة فيهم عم يلصقوها بالناس الطيبة. هي الطبقة الحاكمة، الحكم اللبناني عنده كتير اعتبارات خارجية، يعني كل المسؤولين عندهم اعتبارات إقليمية وعندهم اعتبارات طائفية وعندهم اعتبارات اقتصادية. الثورة ما عندها شيء من هيدا الاعتبارات، منشان هيك هي قرارة حر. يعني الزعماء مش ممكن، يعني الزعماء مش ممكن يقدروا ياخدوا قرار يفوتوا على الحمام إلا ما ياخدوا إذن أو إلا ما ياخدوا كل هيدا الاعتبارات اللي حكينا عنها بعين الاعتبار. طيب اليوم عم نحكى عن مبادرات، ونحن بنشط أخبارنا اليوم حكينا عن مبادرة مصدر التيار الوطن الحر وتحديدا الوزير جبران بيسيل أنه تعوا يا حراك تمثلوا بالحكومة، هيدا رح يخلق شرخ. هيدا مش هدفنا، وأي شخص يتحاور مع السلطة هو خائن للثورة وخائن للشعب وخائن للشعب للناس الجوعانين. مش شغلتنا نتفاوض. السلطة منبثقة عن أحزاب إلا تمثيل وإلا وجود، وفي ناس معه وعم نشوف في شارع تاني. اطلب لهم حدا يتحدث باسمهم، هيدا يعني سياسة. بس ما بدنا نعترف بالشارع الآخر وبالفريق. مين قال مش معترفين بالشارع الآخر؟ ولكن هالشارع الآخر، هالسلطة المسيطرة كلها وهذا الشارع الآخر لا يمثل الشعب، لأنه بالانتخابات النيابية كانت انتخابات تحت القيد الطائفي وكانت نسبة الاقتراع الداشي 25%. فإذا هيدا الشعب، هيدا المجلس النيابي لا يمثل الشعب، والشعب اللي نزل على الشارع هو بالدستور مصدر السلطة، وهو بالدستور يحدد السلطة. هيدا بالدستور، عم نحكي علم مش عم نحكي هيك عم نتوقع. هلأ الأحزاب الحاكمة بنظام انتخابي جديد ينبثق عن حكومة ذوي أصحاب اختصاص، هن بيرجعوا بيعيدوا هيكليتهم ليواكبوا العصر وبيفوتوا بالانتخابات وبنشوف ساعتها قديش حجمه. وهيدا وهم إذا فينا نتخيل. ليه وهم؟ إنه هلا هي السلطة الموجودة هيك رح تستسلم. مش رح تستسلم وتزيح وتترك هذا الفريق يحكم. يعني كتير غلط اللي بيقول إنه الثورة تريد أن تتمثل بالحكومة. هيدا الشيء كتير غلط. الثورة لا تريد أن تتمثل بحكومة، بالعكس تريد حكومة مستقلة من أصحاب الاختصاص. مش نعنى يعني ما رح يقبلوا الناس إنه ترضيهم يابا خدوا أربع وزراء بوجه أربع وزراء من السلطة بحكومة توافقية. أصلا لا نوافق على الحكومة التوافقية، لأن هيدي شو بسموها ظاهرة سخيفة. يعني كيف بدها تمشي حكومة توافقية؟ ما هني مش متفقين بين بعضهم، يعني ما رح تقدر تاخد أي قرار. ريما، شفنا شعار الثورة أنسى، وشفنا كمان حضور نسائي كان طاغي بكتير ساحات. صحيح، هيدا يعني عامل لافت، أول مرة بتكون هالقد بالمظاهرات والتحركات الشعبية في العنصر النسائي. كمان شو سببه؟ يعني كان إلها فترة إذا بدك امتداد لكل الحركات اللي صارت قبل، لكل التحركات النسائية اللي صارت قبل، يعني لمطالبات النساء، إن كان بالجنسية لإعطاء حق الجنسية لأطفالهم، إن كان للقوانين الخبيثة اللي بتصدر عن مجلس النواب اللي بتتعلق بالتعنيف. بتتذكر كلنا حملنا صور نساء ماتت ورجال ما تحاكموا. عندنا كتير قضايا العلاقة بالمرأة، عيب نكون عم نحكي فيها بهالزمن. في كمان شفنا يعني فنانات بعيد كليا عن السياسة، في حتى ناس يعني انفلونسرز او فاشينيستا شفناهم بالمظاهرات وعاملين اعلام، وصار مين ما كان يجي على المظاهرات، يعني حتى عم يحكوا سياسي. مين ما كان يجي على المظاهرات، صح غلط مش عم يحكوا سياسي. لا بدي اقول لك شيء داني، ما فيها تكون الثوره بالشوكه والسكينه، وما فيها تنقي العالم. شوف انا على السوشيال ميديا بحطوا فلانه حامله ايفون مدري شو، انه هي شو نزل على الثوره. يا عمي هيدي عندها كمان
حس بالكرامة نزلت كرماله، أو فلانة يمكن نزلت لتتصور. نحن بستورة بهمنا العدد كمان، ما ضروري نقعد ننقيهم هيدا فلان تابع لهيدا الحزب، هيدا لابس صليب كيف عم بيطول طالب بالدولة المدنية بيطلع لك يعني فتاوى على السوشيال ميديا. الثورة مفتوحة لكل الناس، للمثقف وللي أقل ثقافة، للفقير وللأغنى منه. يعني شفنا إذا بتلاحظ كل شرائح المجتمع، وطبعا المرأة كانت يعني بالمقدمة، كانت قوية مش بس على مستوى المطالبة، على مستوى الجسدي كمان. فإيه طبعا المرأة اللبنانية أعادت اعتبارها إذا بدك بهالثورة. نعم، بدي إذا نحكي الأشياء مثل ما هي، حضرتك تنتمي للطائفة الدرزية، في صورة نمطية للطائفة الدرزية إنه في حزبين أو زعيمتين مسيطرين عليهم تقريبا. أنت عم تجي يعني عم تطلع خارج هذا الإطار، خارج هذا الكادر اللي معلم، صح؟ فهذا شيء ممكن يخلق لك نقمة ببيئتك. لا مش مزبوط، لأنه الاختلاف بالبيئة هو شغلة كتير أساسية، وهو شغلة ما حدا فيه ما يوافق عليه من ناحية المبدأ. شغلة تانية، أنا ما عندي اعتبارات طائفية، أنا عندي اعتبارات وطنية، وبرأيي الدولة العلمانية الحديثة العصرية هي اللي بتجيب حق أي مواطن وبتدافع عن حق أي مواطن. وهيدا بيخليني أوصل لموقف كتير مهم، هذا يعني تطمين إذا بدك لبعض الناس اللي خايفين من هذا. الثوار والثورة لن يسمحوا تحت أي ظرف بأنه حدا يتحارب أو يتحاصر على ظهرهم أو من خلالهم، ما رح يسمحوا أنه حدا يستعملهم لهدف محاصرة أي اتجاه أو أي شخص أو أي طائفة أو أي أقلية أو أي زعيم على ظهرهم. لن نسمح، هيدا خط أحمر. الثورة مستقلة ومتحررة من كل لن نسمح، لن نقبل، لن نوافق، لأنه هيدا رأي الشعب، هيدا رأي الناس، هن عم بيقولوا هيك. طبعا هن الناس عم بيقولوا هيك، نحن مش عم نقول رأينا والناس عم يلحقونا، لا، الناس عم بيقولوا رأيهم نحن عم نلحقهم. الناس الواعيين بالمقابلات اللي عم تطلع على التلفزيون مع الناس اللي بالشارع، نحن عم نلحقهم، عم نحتزي فيهم. الناس اللي عم يعملوا أفكار جديدة بالمظاهرات، الناس اللي عم يعملوا أفكار جديدة بالعصيان، الناس اللي عم يعملوا أفكار جديدة بشكل الثورة وشكل التظاهر، نحن عم نلحقهم، عم يسبقونا، سبقونا كتير، ونحن منعتبر حالنا المتحررين والعصريين والفهمانين طلعوا أفهم منا بكتير، سبقونا. ما نستخف بالناس اللي عم ينزلوا بالمظاهرات أبداً، هودي الناس هن الأساس، هودي الناس هن اللي بيفهموا، هودي الناس هن القيادة، هودي المليونين شخص اللي عم ينزلوا خلال هيدي الفترة هن القيادة. نحن عم نلحقهم، والزعماء لازم يلحقون، والمثقفين لازم يلحقون، لأنه هن المثقفين ونحن لا أقل منهم. هيدا رأيي أنا، وهيدا اللي شفته، هيدا الواقع. ريما بتطلع تقريبا كل يوم على المستمعين، في شيء بهالأسبوعين تغير؟ يعني رأي الناس، صوت الناس، انت على تفاعل اليومي مع المستمعين، في شيء تغير؟ قبل الثورة يعني كانت الناس كل النهار كل الوقت بحالة احباط كل يوم نق على كل شيء بالبلد، على الطرقات المش مضوية، على الجوار بالطرقات، على الكهرباء، على الغلاء، على كل تفاصيل، على الإهانات قدام ترمبات البنزين لما طلعونا من بيتنا بهالليالي نركض نعبي بنزين، على كل شيء كان كل يوم في خبر، أو كل يوم إذا بدك في إهانة بحق الشعب اللبناني. كان في عمليات انتحار كنا عم نحكي عنها، كانت عم بتصير بشكل هائل بلبنان، يمكن ما بينحكى فيها كتير أو ما بتسلط الضوء عليها كتير، بس كانت عم بتصير، والسبب هم اقتصادي، حدا ما قدر دفع. قبل المدرسة ما بتصدق داني قبل المدارس شو صار، الناس ما معها تشتري شنطة، عم تاخد أغراض الأولاد يطلبوا شنطة بس لما يحطهم بالكيس، واللي صار مع كتير من الطلاب تعرف فيهم أكيد. كانت حالة نق وحالة أحباط. اليوم صحيح ما وصلت الثورة لمطالبها، بس بتحس الناس بوزيتيف، ناس عندهم طاقة، عندهم هلأ في طبعا نق على قطع الطرقات ما اختلفنا، بس عندهم هيك إيمان بأنه في شيء قد يتغير. هلأ من الناس اللي عندهم إيمان وعندهم طاقة كمان، ممثلة رح نخدها عبر الهاتف، ممثلة ندى أبو فرحات. مساء الخير. طبعا مساء الخير للجميع. اليوم بأي بشي ساحة أو وين اليوم؟ مش عم يلحق لك من ساحة لساحة؟
كانت بالساحة، كان في بريس كونفرنس لنساء الثورة. نعم. ندى، شو نزلك على الساحة؟ شو نزلك على الشارع؟ شو اللي خليك تشاركي بهذه الثورة؟ أول شيء المطالب كلها اللي صرنا عم نقولها من أول نهار الثورة هي اللي حمستني. ما بدي أنكر إنه أول نهارين هيك كنت عم بتفرج وعم بيطلع الأدرينالين، يعني إنه إيه هيدول هن مطالبي أنا كمواطنة لبنانية قبل ما أكون امرأة وقبل ما أكون ممثلة وقبل ما أكون كل شيء. أنا إنسانة مواطنة وعم بسمع بالشوارع هالمطالب يلي صلني من أول ما خلقت مش حاصلين عليهم، يعني اللي هن أقل حقوق الإنسان. حقوق بديهية يعني. فحسيت هيك بعد نهارين وهكمية العالم وهالوحدة الوطنية اللي شفتها، حسيت انه ما بقدر. طيب بس ندى، تعرضتي لشتائم، تعرضتي لمضايقات كتيري شفناها حتى على المواقع التواصل الاجتماعي خصوصا جوازتية. صحيح. هلا كنت بالبريس كونفرنس كنت عم بحكي عن هذا الموضوع. بدي اقول شغله، هول الشتائم كلها الناس اللي عم تشتم هي ناس خايفه، يعني نحن خلقنا وتربينا على الخوف. هي ناس خايفه تترك زعماءها، خايفه ما يكون مغطيها شمسيه طائفيه، خايفه وخايفه وخايفه. هول الناس ما في يجاوب عليهم، انا ما في يرد عليهم. في ناس من الوسط الفني شتموكي كمان. صحيح. بس هيدول الناس اذا بتفوت يعني لما سميه بالاسم. هيدا شخص، هيدا الشخص انا وصلني تويت من عنده مصور الثوره ومصور جروب نساء انا كنت من ضمنهم عم نطالب بحقوقنا اللي هي حقوق شريفه، يعني ما بدي استعمل كلمه ثانيه. وحاطط الفيديو على الوول عنده وعم ينشر عرضنا. طيب ليه؟ هيدا السؤال. انتوا يا جماعة ليش ضد الثورة؟ اول سبب في خوف، ثاني سبب طبعا في مجتمع ذكوري طاغي علينا ومجتمع ذكوري فاسد اذا بدك طاغي علينا نحن نساء. هيدا شيء ثاني. من هونيك ورايح جاوبتوا لهيدا الانسان بتويت حاطه هو بن على الوول عنده قايل فيه بالحرف الواحد اللي بده يعضني بيكون خايف مني. قمت جاوبته على المسج اللي هو كتبه عن هيدي عن نحن عن الفيديو تبعنا، جاوبته هل انت هلا ريدي انه تعضنا؟ بمعنى اخر هل انت خايف منا هالقد؟ وكتب لي بده يكتبه. نعم. ندى، ما رح تتعبي، رح تضلي بالساحات، رح تضلي تتظاهري، رح تضلي تشاركي بكل هيدي الحراك. هيدا الحراك ما بدي اسميه حراك، هيدي ثوره. هيدي ثوره تاريخيه. نحن ممنوع نتعب، نحن صرنا 30 سنه تعبانين، بحق لنا هلا نحن ندلي تاريخ جديد للبنان. وانتم شايفين بالشارع مين فيه، في طلاب جامعات، في ناس حضاريه مثقفه عارفه لوين رايحه. هول ما بينتركوا، هول هن اللي بدهم ياسسوا دوله جديده، بدهم ياسسوا لبنان جديد. هول هن، نحن ما رح نطلع من الشارع، بالعكس نحن ناطرين هلا سد ثانيه، واذا ما كانت على ذوقنا رح نضلنا بالشارع ورح يصير في تصاعدات اكثر واكثر واكثر. وانا مع مليون ونص ومليونين سائر على الارض بنقلكم كلنا انه نحن ما رح نتراجع، لو شو ما كان في علينا ضغوطات ما رح نتراجع. هول الضغوطات معروفه تاريخيا بكل الثورات بالعالم، هول الضغوطات ما فيكم تضحكوا علينا فيهم، ما فيكم ترجعونا على بيوتنا من وراهم، كله صار على المكشوف. جيل واعي لدرجه انه يقدر ينزل على الشارع ويطالب بحقه لو مين ما كان. نحن هدفنا هلا اهم شيء نقدر نفسر للعالم الحزبيه شوي وشوي انه رجعوا على الحضاره، رجعوا على مطالبنا اللي هي برات الحزب، برات الروايط. هيدا اول هدف عندنا اياه. وبعدين من هونيك ورايح طالما بقينا نحن متحدين وبايد وحده، انا اكيد رح نوصل، ومش هلا رح نوصل، مش بعد جمعه وجمعتين. انا شخصيا كندا
بقول انه بدنا من هلا لعشرين سنه على قد الفتره الفاسده يلي حكينا فيها، من هلا لعشرين سنه نحن فخورين انه نحن بلشناها للثوره. ممثل لندى وفرحات بتشكر مداخلتك، شكرا كثير لك. بديع، هجرت على كندا ورجعت، يعني عملت مشيت عكس السير شوي، ندمت بصراحه؟ ابدا، هيدا الاحساس اللي حاسه هيدي الفتره بهالايام اللي مرقت بيسوى كل دول العالم. هيدا الاحساس اللي حاسه بهالثلاث سنين اللي قعدتهم هون بيسوى كل شيء عشته بحياتي. هيدا الامل اللي عم عيشه هلا، بشوف فيه ولاد كبار، بشوف فيه العالم مجموعين، بشوف فيه طرابلس، بشوف فيه نبطية، سور، كل المناطق بلبنان، بشوف إعادة هيكلية للبلد مثل ما كنت أحلم فيه ومثل ما كل الناس كانوا يحلموا فيه ومش طالع بإيدهم. إجت الحرب قضت على كل شيء. أهم شيء ينعمل من بعد الحرب هو النقد الذاتي والأخطاء اللي عشناها والأخطاء اللي ارتكبناها. مظبوط، ارتكبنا أخطاء، بس هلأ اجى وقت نبني. أنا حاطت كل أملي بهيدي الثورة إنه ترجع تصلح البلد، مش معناتها تلغي حدا، لا بالعكس، هي مشاركة بين كل الناس وبين الخصوم، حتى بين خصوم الثورة، ما هن كمان لبنانية وعايشين مثلنا مثلهم. بس هيدي الثورة إذا ما كملت أنا بعتبر حالي خلصت. إيه عن جد، فرصة الأخيرة. ديما بكتك ثورة؟ يعني دي بكيتي بهالأسبوعين؟ أول نهار، أول نهار، يعني مش أول نهار، أول ليلة إذا بتتذكر، بلشوا بالليل يتجمعوا على الطرقات، نزلت أنا وابني لا حسسه بهيدي التجربة اللي أكيد هو ما عاش عمره على أنطلياس. صح. وطلعت على الام تي في بوقتها، هي عم تسألني جويس ليه جاي، بكيت، قلت لها كرمال ابني. وهلأ اللي قاله بديع عن تجربة كندا، هي كنت أنا رح يعني كنت رح عيشها عاجلا أم آجلا، لأن أنا ما رح كنت خلي ابني يعيش هون ولا يتعلم هون ولا يمشي على طرقات. شو تغير هون. هلأ؟ مازال ما صار شيء، ما تحقق شيء، ما تحقق شيء، بس في إمكانية أنه تحقق، يعني في إمكانية أنه نعيش سوا. أنه تخيل أنه في إمكانية أنه نعيش أنا وابني، شو هالحلم؟ بس قبل ما كان فيها الإمكانية، كنت عم نبش من هلأ على جامعة برا تستقبله لحتى يفل من هون، يفل من أجواء هون، يفل إذا بدك من ثقافة هون، لأنه لما بيضرب الفساد بيضرب كل شيء، بيضرب الثقافة، بيضرب المجتمع، بيضرب كل شيء. ما كان بدي إياه يعيش كل التجارب السيئة اللي نحن عم نعيشها. يمكن نحن تعودنا وقبلانين، وفي بعض الناس حتى اللي ما نزلت وما شاركت وما بتعني لها تعودت تعيش على لايف ستايل معين، بس ولادنا لا، نحن متمنى لهم الافضل. مستقبل ولادي هو البكانه، ومستقبل ولادي هو عم بخلينا انزل على الطريق، وحلم هيدا اللبنان اللي بيساعدنا كلنا بكل تناقضاتنا ونقدر نعمل بلد جيد فيه اقل يعني اقل حقوقنا، بعدين بنبلش نطالب بمطالب. نعم بديع، شفنا في جو لا طائفي سيد بالاسبوعين الاخيرين، هيدي مرحله وبتمروا او لا في شيء تغير؟ مزبوط، لا هيدي فاكت، هيدي حقيقه. هيدي حقيقه بينت انه طريقه السلطات بالتحكم بالشعوب هي بحاله الفرز، والفرز يعتمد على الفرز الطائفي والفرز الطبقي والفرز السياسي. هيدا الفرز سقط، هلا سقط. يعني تصور في ناس قديش كتبوا بس شافوا حراك طرابلس مثلا، لنقول كتبوا انه بدي انقل نفوسي على طرابلس. طيب هيدي شغلات ما عاشها لبنان بكل تاريخه، يعني من قبل الاستقلال حتى من قبل المتصرفية ما عاشها هالقد. فاذا نحن هن معيشيننا بوهم عطول، الفراغ، الانهيار، الحرب الاهلية، هودي الكلمات اللي بتخوف الناس اللي بيستعملوها عطول وهي وسيلة للتحكم بالشعوب سقطت. ما في فراغ، الفراغ نحن عايشينه. ما في انهيار، الانهيار نحن عايشينه. الثورة أنعشت، أنعشت الناس. لبنان وصل لمرحلة أكبر بلد بالعالم باستهلاك الأدوية المهدئة للأعصاب والانتحار، يعني شغلة كارثية صارت. هيدا كله وهم عايشينه. نحن بدنا نتشارك،
هيدا عم نحكي نحن هلأ عواطف، ولكن إذا بدنا نجي نحكي علم، أكبر خطأ قاتل تمارس السلطة اليوم هو المماطلة بالاستشارات. يا جماعة في وضع بالبلد خطير، أخطر مرحلة بيمرق فيها البلد بتاريخه، تنقبل ورقة الاستقالة بتتحدد الاستشارات تاني يوم، إذا الواحد بهمه شعبه بيحدد ورقة الاستشارات تاني يوم ببلش بالاستشارات، مش بتصير الاستشارات تحت الطاولة وبعدين لتجي حكومة مقاولة بيتوافق عليها الجميع. ما بدنا نتوافق على حكومة، حكومة توافقية هي بدعة سخيفة مرتة لهالدرجة، هي بدعة ما فيها تحقق أي قرار صغير. من شان هيك علميا ودستوريا مفروض الاستشارات كانت تتم جمعة الماضي. المماطلة هي محاولة إجهاض لأحلام الناس، هي محاولة التجليل. برأيك إنه الناس رح تزهق ورح تملوا ورح تقوم على تسكير الطرقات، ولكن الشعب اللبناني الخلاق رح يلاقي له 100 باب كل يوم، رح يلاقي له 100 باب يفوتوا منه كل يوم، ما يفكروا إنه رح يرتاحوا. يا جماعة مصلحتكم كخصوم كسلطة، مصلحتكم إنه تنفذوا الدستور، تطبيق الدستور، وحكومة بعيدة عن القيد الطائفي مؤلفة من اختصاصيين وهم عمليا موظفين ما في إلهم دعم سياسي وراهم، يعني هو قوي باختصاصه وضعيف سياسيا. هيدا بفيدني أنا لأنه ساعتها بقدر حاسبه بسهولة، مش إذا بدي إجي حاسبه بيقولوا لي لا عم تحاسب هيدا لأنه شيعي وعم تحاسب هيدا لأنه مسيحي وعم لا، أنا بدي موظف ضعيف سياسيا لأقدر أسقطه وحاسبه إذا ما قام بواجباته. ثم ننتقل بعدها إلى قانون الانتخابات والإسراع في قانون انتخابات جديد، والمفاجئ بالموضوع أنه نحن عم ندعي لقانون انتخابات جديد وبعد ما عنا فكرة كيف بده يكون، الناس اللي بالشارع وخصوصا بالمناطق النائية سبقونا بدهم قانون انتخاب مش طائفي، يعني عجلوا أكتر منا بكتير. الثورة أسهمت بشغلي، كل الحكومات وكل السلطة اللي توافدت على لبنان ما قدرت عملتها، وهي تنمية الأرياف. الثورة نمت الأرياف، الثورة خلقت حس وطني بالمناطق النائية، الثورة خلقت خطاب بالناس اللي ما قدروا تعلموا يحكوا خطاب أهم من مثقفين وأهم من متعلمين، يحكوا خطاب حقيقي. هيدي تنمية الأرياف بالمناطق المحرومة، بعكار، ببعلبك، بالهرمل، بالنبطية، بالجنوب، مناطق محرومة ما كان ينصرف عليها ليرة من الدولة، كانوا زيتين للناس، هني خلقوا وجودهم بإيدهم، هني فرضوا وجودهم بإيدهم. ريما، كان عندك مواقف سياسية إذا فينا نقول حزبية، هلأ تخليت عنا، تعدت عنا، صرت كلهم يعني كلهم؟ ليه؟ صرت كلهم. ما كان عندي مواقف حزبية، يعني ما كنت بنتمي لولا حزب، بس إذا بدك أنا كنت بنت بيئتي. يعني أنا بنت خلقت بالحرب وربيت بعين الرماني، كان عندي هيدا التعاطف مع الشباب المقاوم بمنطقتي اللي كنا يعني اللي فرزونا على هيدا الأساس، هيك تربيت وهيك عشت، يعني الإنسان ابن بيئته. بس مع الأيام أنا اشتغلت على حالي لأقبل الآخر، الآخر اللي بسمع كل الوقت أنه هجرني، تصالحت معه وتصالحت مع الآخر مين ما كان هيدا الآخر، يكون ما بيشبهني سياسيا وعقائديا وثقافيا. فطلعت من هيدي قصة السياسة والتحزب لشخص. أنا اليوم مع كلهم، يعني كلهم، ولليوم ما في حدا سمع مطالب الناس ولا غير سعد حريري. من منطقة وحدة صح؟ أنا مفروض كنا مختلفين. من منطقة وحدة دفعت ثمن كبير بالحرب، وبعدها يمكن بمكان ما عم تدفع. صحيح. بس أنا هيدا شيء كله تخطيته، بتتخيل؟ كتير اشتغلت على حالي، على الإيموشنز، على العواطف، على الكلمات اللي سمعتها من أنا وصغيرة، إنه هيدا التاني مثلا البشياح، أنا بعين رماني، هيداك جاي لينا يكلنا. طلع بالآخر كله كذب، ما في حدا رح يأكل التاني وما في حدا رح يقتل التاني، ومثل ما قال ما في حرب أهلية، لأنه ما حدا مستعد، لأنه كلنا كبرنا وتعلمنا وعلمنا مفروض أولادنا. هلأ في بعض الزعرانات بتصير بالشوارع، بس هيدا ما قال معنا، هيدا ناس يعني. بديع باختصار، في جمهور تاني، في شارع تاني شفناه أحد الماضي، وفي غيره كمان.
لهيدا الجمهور اللي بعد منه مقتنع بالثورة وبيعتبرها ثورة زعران، شو بتوجه له؟ ينزل يجرب، ينزل يجرب شو يعني حس وطني. تنحكي شو تنحكي هيك شوي بشكل حلم أو بشكل مثاليات. في مجموعات مختلفة بالبلد وهذا شيء طبيعي. نعم. طيب ما عندك حل، يا بدك تقتلهم كلهم، يا بدهم يقتلونا كلنا، يا بدنا نهاجر كلنا، يا بدهم يهاجروا كلهم، يا بدنا نعيش مع بعض. ما في حلول غير هودي. طيب هدوك الحلول الأولانيات هوديك مش ممكن يصيروا، يعني برهنت كل التاريخ انه ما بيصيروا. المنتصر الوحيد هو انه نعيش سوا، ولكن لنعيش سوا بدنا إدارة، وهذه الإدارة مفروض تكون مستقلة. وثم وعتبي الآن، عتبي على الأحزاب العقائدية وعلى الأحزاب اللي تعتبر حالها أحزاب عصرية، عتبي لأنه ما قدرت عملت هيكلية بداخلها وطورت نفسها لتواكب هذا العصر، ظلت موجودة بشكل تقليدي مع أنه فيها وجوه جدا شابة وعصرية وحضرية ومتطورة ممكن تقود هذا الحزب. رح يصير في انتخابات نيابية، والانتخابات النيابية على الأساس الحزبي هي شكل علمي مهم جدا. وهذا بتفكر بالترشح للانتخابات بصراحة؟ لا، أنا ممثل. بقى هيدي الأحزاب لازم ترجع تعمل إعادة هيكلية تواكب العصر، وتفوت من خلال الانتخابات النيابية بمشاريع، وتنسى القصص الطائفية، وتنسى حزب الطائف الوحدة، ويصير أي إنسان في يدخل بأي حسب حسب مشروعه. هيدا التطور بيقول هيك، بس هيدا التطور بيتطلب ثورة بداخل الأحزاب، ثورة بداخل الطوائف، هيدا بيتطلب ثورة داخلية كمان. كلام ممتاز. بدي أنهي معك ريما. بدي نحن بمرحلة فينا نقول مفصلية يمكن تاريخية حتى بتاريخ لبنان. أنت إعلامية وعم بتشاركي هلأ بالحراك، بس أنت قبل كل شيء أم لولدين. بدي تطلع بالكاميرا اللي وراي وتحكي إلي وإلا ماريا ليلي، شو بتوجهي لهم إذا عم بيحضروك عبر الشاشة؟ أنا بدي أقول لهم أهم شيء الكرامة، وأنا بدي دافع عن كرامتهم، وأنا بدي صوره، وأنا لو راحت عليهم سنة دراسية بكاملة كاملة، أنا أم وعم بقول هيدا الشيء، بدي إياهم يشاركوا بالحراك، بدي إياهم يعرفوا شو يعني ثورة. أنا الثورة مش بس بهيدا المطرح، ثورة على التقليد، على المفاهيم الغلط، على كل إشي ربونا عليها خاطئة. بدي إياهم يعيشوا حدي، يعني بحلم بهيدا الشيء ببلد ما عم بيقدر يحقق لها الحلم. شاركوا بالثورة وكونوا ثوار بحياتكم، لأنه هيدول الناس اللي بينجحوا. ياريت تبقوا حدي لحتى نبني وطن أنا ما قدرت عشته ولا يوم من حياتي قدرت عشته. وإن شاء الله أقدر كون أم وبي مع بيكم، كون قادرين نأملكم عيش كريم، لأنه حسب ما الأوضاع الاقتصادية اليوم يمكن ما حدا يقدر يأمن لأولاده العيش اللي بيستاهله أو اللي بيحلم فيه. فصوروا قد ما فيكن وصرخوا، وهيدي السلطة بتستاهل انكم تصرخوا بوجه نزعت لنا حياتنا، ما تقبلوا تنزع لكم حياتكم. ديما جاي بدي أبو شقرة بدي تشكركم، إن شاء الله هالعدوى العدوى التفاؤل والثورة كمان تعم على كل اللي عم يحتروكم. شكرا. شكرا. مشاهدينا متوقف مع الصراحة أعلنين، نتابع من بعد هذه الحلقة الخاصة مع الفنان والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني. نتابع مشاهدينا هذه الحلقة الخاصة مع الفنان والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني. أهلا وسهلا فيك سيد أسامة. أهلا فيك حبيبي. صار لك فترة غايب عن الشاشة. يعني تقريبا حسب لا امبارح طلعت هلا من نتائج الثورة رجعتك على الشاشة. لا خليني أقول أكثر إنه على طول نحن موجودين مع الناس ومع مشاكلهم ومع لبل، نحن بنسبق شوي العالم، العالم مرات بيقولوا ليش بأيام السلم بتحكوا عن مشاكل كثيرة إلى علاقة. سبقتوا العالم كثير بلازم غير النظام، هلا عم بقول الشعب يريد اسقاط النظام. ايه بس المشكله عندي انا مع الشعب، انه انا عم بقول النظام الاشمل يعني سيستم
لانه الفاسد هو من ضمن السيستم اللبناني مش من ضمن الرجيم. الرجيم بتحدده بقعة جغرافية معينة، يعني لبنان بلد جمهوري او ملكية مطرح ثاني او ديمقراطية مطرح ثالث او البرلمان بيحكوا مطرح، كل مطرح بالعالم عنده نظامه. انا عم بحكي السيستم اللي هو اجمل والاشمل، لانه خليني اوضح اكثر انه الناس وهالتوارد لكل شيء صار بحياتنا من احتلالات ومن ذل ومن اذا بدك احتيال على القوانين، وهذا كله مترسخ عنا بالفساد، هذا بكشيله من ضمن السيستم. هذا بينشال بصراحه؟ لا. لا ما بينشال. لا لا، كل لبناني في فاسد، ما نكذب على بعضنا، مني وجر بعطيك مثل، تقطع عن الاشاره انت فاسد، بتكب ورقه من الشباك انت فاسد بطريقتك وطبيعتك، الدركه تيظبط لك الشباك، تطلع من الكو. اعطيك مثل صغير، بالاوتيل بلبنان مثلا ريسبشنست او خليني اقول اكثر الكونسيرج بيبقى واقف قدامك، تيجي مسوي حدد اعلى فيك شو بتحب، بتقول له بدي اكل مطعم تلياني، بيفتح بياخذ 40 دقيقه مسوي حدد لينقي مطعمه اللي وراه، ما بيفتح تمه ببريطانيا او بفرنسا. بلبنان بيصير بده ينط ويحكي معك وبيقوضك، وتكون انت بدك شمسيه، يعني اللبناني حربه بيجي بيقول لك مثلا عم بيحكي معك ايه مسوي رحباني شمسيه بعطيك اياها، بيكفي معك بلندن ما بيعطيك اياها. هيدا اسمه نوع من كمان الفساد. بدك تقول لي انه الدوله كلها اللي معشعش فيها الحياه كلها لانه كمان راتبهم الشهري او كل التعويضات اللي بتقدمها او الفاسيليتيز او التسهيلات اللي بتنعطى لهم مش عم بتكون على المستوى المطلوب، بدك تقنعني انه اذا شلت وزير او حكومه رح يتغير الفساد او المدير العام؟ شو مصدر هذا الفساد؟ يعني ليه مرسخ؟ حبيبي انت مرسخ بتاريخنا وبحياتنا وبعلاقتنا بكلنا. اذا بدي بلش لك من لبنان القديم لحد هلا، اسكندر اجى يحتل سور، مين اتحد معه لتسقط سور؟ صيدا وبيبلوس وبيروت وكلهم، لما ارتحشاش حرق صيدا اتحدوا معه سور وكلهم، ضلت لتاريخنا الحديث. يعني ضلت لتاريخنا الحديث، ما عندنا هالمشكله نحن كل حياتنا هيك، هي مشكلته للبنان. هل خليني اقول هالكره الارضيه اللي عم تبرم واذا بتوقف بتوقع. التواتر اللي فيه وهالتوتر وهالكل انسان بيشد لمصلحته، ما فينا انا انكر مش بليله ولا لاجيال. عم تحكي بواقعيه اكيد، بس انتو عائله حرضت الناس صح، واليوم عم نشوف بالساحات في اغانيكم طبعا اللي حرضت ناس، وبيزعلوا منا الناس انه بايام السلم بنحكي عن اشياء نحن شايفينها. طبعا نحن عم نحكي عن اشياء، لانه انا مش ناطر هلا تعمل غنية، انا عملت الاغاني من قبل وعملت من زمان، لانه هذا وجع، هذا نوع من اذا بدك انعكاس لمجتمع معين نحن بنشوفه او اهلنا علمونا نشوفه او هن شافوه كمان، وهن مش شافوه، هن رسموا الوطن اللي هن معهم حق فيه واللي سقط كل الوطن اللي عم يحكوا عنه الناس، هلا ركضوا عندهم صاروا كل مره بيتمثلوا بكل اللي له. اكيد انا ماني ابدا شايف انه كيف ممكن تزبط القصه اساسا. اذا بدي بلش من البدايه، انا عندي قراءه خاصه مختلفه تماما عن كل الناس اللي بتشوفها. انا من اول نهار صار شيء دغري انا بقرا برا، ما بقرا بس جوا. اجت تماما بعد خليني اقول البوكس اللي اكلته امريكا بسوريا دغري. يعني انت عم بتشيل عنا قصه العفويه. في عفويه وانا مع الحراك الشعبي للاخر ومع هالثوره نوعا ما، بس كمان بدي اوضح للناس في مقولة فظيعة لرفيق خوري الصحفي الكبير، بيقول اللبناني يذهب للحرب الأهلية ولا يسور. هالشباب اللي عم يحلموا منهم كلنا عم نحلم، بشو بدنا نحلم؟ بلحظة بفرطونا بلحظة على الطائفية؟ أنت شفت الشارع من يومين شو صار؟ لأنه أول شغلة بكل بلدان العالم بالأنظمة كلها، أول شيء ممكن يستقيل هو أي شو؟ الحكومة. ليه؟ لأنه هي إذا بدك تتعين دغري بتتعدل، ما بدها آلية مفروض كتير كبيرة للتعيينات وللاستشارات. بينما إنك تركب قانون للبرلمان جديد وترجع تنتخب الناس من كل عقلك، هو الناس الموجودين على الأرض رح يرجعوا يجيبوا قسم مغير كتير عن الموجود؟ لا، لأنه نحن ما انتهينا من الطائفية. اللبناني ما تخلى عنه. بتقول للناس اللي بالشارع طلعوا قعدوا ببيوتكم ورجعوا كملوا حياتكم مثل ما كان؟ بالعكس، لازم يضلوا بالشارع بس كمان بطرق نوعا ما حضاريه. ما في شكل لبناني ترندي غريب، ما شفت انا ثوره هلا فيها دي جيز، فيها رقص وبسط عن جد لذيذين بتنبسط فيها، بس شغله حلوه بس يعني. كمان فيها زكاه، ما في ثوره فيها هالقد نكت وكمان مزبوط وكمان كل شيء لبناني بلبنه، حتى ثوره بيعملها مثل ما بده، لكن للاسف السيستم بيرجع بيردها بلحظه على الشارع. يعني انا بدي اعطي مثل صغير، استقال رئيس الحكومة وهذا اللي أنا كان بشوفه يمكن من أول نهار لازم يصير، مش لازم كنا ننطر هالقد.
استقال رئيس الحكومة، بعد ما استقالت رئيس الحكومة فجأة برم الشارع انه صار هو المفروض انه البطل وكذا، وانه انا مش ضد، ما عم قيم هون، عم بوصف شو الوضع. صفى الشارع انه لا نحن مش اهل، مش نحن مش كسر عظم، نحن والاهل السنة، كل واحد بياخذها شخصية. هي مشكلة بلبنان ما رح نطلع منها. بس في شغل، يعني انتو عائلة فيها اكثر من مبدع واكثر من ساخر بالكلمة وباللحن. اليوم بهيدي الثورة شفنا في ابداعات بالنكت، بتركيب الاغاني، بترديد الشعارات. في ما في شك يعني انه الشعب اللبناني شعب مهضوم ولذيذ يعني وفرح كثير، بس كمان بدها جديه اكثر. الثوره بدها توصل لمطرح. لما لينين قرر يعمل ثوره كان في وراء مفكرين كثير، وكان عارف شو بده، بشيل هالنظام وانا بيجي محله. بغض النظر نجح النظام الشيوعي ولا ما نجح، انا هذا حديث طويل كثير نجح. اما نفس الشيء عند كاسترو، لما هو جيفارا عملوا الثوره بكوبا نفذوا الشيوعيه مثل ما هن شوفوها، اشد من شيوعيه اتحاد سوفيتي. ننتبه، اذا كل واحد تختلف طريقة تفكيره. إنما نحن عنا ثورة ما لها رأس، ما لها دناب، ما لها نيح. جيد هالشي، ما فيك تحكمها، ما فيك تعرف مين بدك تحكي. تشبه شوي جيلي جون، ومعروف على اللبناني بيتأثر كتير بالأشياء، بس كمان دخل لها أشياء ما فيها تركب الموجة، ما فيها الميليشيات أو الأحزاب ترجع تفوت عليها وتديرها وتاخدها لمطرح تاني أبدا. كان في ثورة من دون إعلام ومن دون نقل مباشر؟ أنا بدي أتمنى على الكل، أنا الـ MTV عزيز علي جدا، بس انا بدي اتمنى صح كل محطه فيها بحياتها بكون عندها مسيس، فيها تكون جمهوريه او ديمقراطيه، فيها تكون محافظه او عمال، صحيح. لكن في طريقه معينه لبنان وضعه خاص، لبنان وضعه حرب الاهليه بتولع بلحظه، بس تذكر الناس بلحظه التجيش اللي عم بيصير على نحن بلد افتراضي. انت بتعرف قديش على الواتساب بيوصل لك كل يوم اخبار انه حزب هيدا نزل هون، ميليشيات القوات عم تعمل هيك، امل عملت هيك، العونيه عملوا هيك، يعني ما معقول فجاه اخبار عن رئيس الجمهوريه وينه، عن رئيس الوزراء وين صار، عن اخي ما بيصير هيك. بلد مبني على اشاعات بلحظه بينهز. هددتكم الاشاعات فاجأتنا يا غربي. كل الحكي الناس بدها تكون عندها قوة من الداخل تعرف تتحصن، ما فيها نضلنا متكلين على الكذب وعلى أخبار ناس كيف ما كان. بده يكون عندهم تحرك أساسي، وبدهم، ما فينا نحن الميليشيات تركب على هالموجة. صحيح عندهم مطالب، وصحيح الحق الديمقراطي لكل إنسان، إنما لما بدنا نفوت بهالحراك، لما أعلنوا شعار كلهم، يعني كلهم، يعني ما في استثني حدا ولا ممكن. لا أمر الحرب، والأسخف من هيك أنه أمر الحرب قتلوا بعضهم، قعدوا على الطاولة وهن عم يحكموك هلأ وبيتقاسموا الجاتو، بغض النظر مين بيصير برا ومين بيصير جوا. هي مثل شغلة بتبرم. يا خي نحن محلنا نتعلم، يعني مشكلتنا بحياتنا كلنا أنه نحن ما بنتعلم من تاريخنا كل اللي مرقنا فيه. طيب رح نسمع رأي رئيس تحرير أخبار الام تي في أستاذ وليد عبود. مساء الخير أستاذ وليد. مساء النور ويعطيكم العافيه. عم تسمع اكيد أسامة. نعم عم تسمع كلام استاذ اسامه بمطرح ما عم يتهم الاعلام بالتحريض ويمكن اخذ البلد الى حرب اهليه، بتوافق على الكلام؟ يعني خليني اقول انه المتهم الكبير بهالانتفاضه يلي حصلت كان الاعلام للاسف. نعم. يعني بلشنا باتهام لبعض وسائل الاعلام بانه مثل اي اموال. نعم. أوقات من سفرات معينة، أوقات من دول معينة، أوقات من أطراف معينة. نعم. ثم بمرحلة ثانية من مراحل هذه الانتفاضة وصلت أنه لا، بالعكس، أنه صار في نوع من أنواع التعتيم الإعلامي، اتهام لنا بنوع من أنواع التعتيم. أبطوا من جهة ثانية عم يمسوا على الانتفاضة. من هيك اللي بدي أقوله أنه من المتهمين الأساسيين كان بهذه الانتفاضة هو الإعلام، علما أنه حقيقة يمكن عيش 3-4 أحداث صوت كبيرة بالتلفزيون. نعم. يعني بدءا من انتفاضة الاستقلال بال2005، بعدين حرب تموز بال2006، بعدين قضية النفايات. نعم. بال2013-2014 وصولا إلى اليوم. بقدر أكد حقيقة وإزم أنه ولا مرة كان الإعلام عم يلعب الدور المؤثر والأساسي مثل ما لعبوا بهذه الانتفاضة الشعبية اللي كان هدفها القضاء على الفساد والفاسدين. نعم. هلأ ما بعرف انه البعض بيقولوا انه
وصلت الأمور إلى حد معين، حد إثارة ربما أو ضرب أنواع نوع من أنواع الوحدة الوطنية، أنا بقول لا، ضل الإعلام إلى حد كبير على الأقل الإعلام التقليدي، خليني أقول يعني التلفزيون والإذاعات والجرائد، ظلت ملتزمة الحد المطلوب من المناقبية ومن الأخلاق الإعلامية. إنما للأسف مثل ما كان ذكر كمان أستاذ أسامة، إنه اليوم صار عندنا إعلام آخر، وهذا الإعلام لا يمكن إنك تضبطه ما دام إنه بعد لحل ما عنده التشريعات والقوانين يلي بترعى، وبالتالي بتمنع من إنه يتحول إلى نوع من أداة من أدوات الاستثمار بالطائفية. نعم. والاستثمار أستاذ وليد، اليوم عم بحكي عن الام تي في تحديدا، وأكيد يمكن بينطبع على غير تلفزيونات، تراجعت التغطية باليومين الماضيين، شو السبب؟ تلقيتوا تهديد؟ تلقيتوا ضغوطات؟ شو السبب؟ هي الحقيقة ما تراجعت التغطية إلا مع تراجع الحراك، يعني وخليني هون يعني ما عم بكشف لك سر، وإنما نعم. بدي أقول إنه بارح كان في نوع من تواصل بيني وبين رئيس مجلس إدارة أستاذ ميشيل بوس ومدير الأخبار أستاذ غياث ياسبك، كنا نعم. عم نبحث إنه عن اليوم تحديدا يوم الثلاثاء إنه شو بدنا نعمل، لأنه ما كانت واضحة الأمور امبارح بالليل. نعم. اتخذ القرار إنه إذا ما في شيء استثنائي اليوم إنه بيكون البرمجة عادية، ووعينا من عبكرة حقيقة إنه وعينا على أساس إنه البرمجة عادية، وإذ نفاجأ لأنه كان عندنا مراسلين إنه موزعين على السوق وعلى جل الديب، حيث حصلت إنه عملية إخلاء المتظاهرين عن الاغتصاب، وإذ إنه منشوف هذه المشاهد، وبالتالي انطلاقا من هذا الأمر اتخذ القرار هيك عفويا إنه لا، مدام بعد هذا الحراك مستمر، مدام في هذه الأمور اللي عم تحصل بالشارع، إذا نحن لازم نبقى اليوم، وألغينا البرمجة العادية وتابعنا لحد الساعة 6 مع هذه البرمجة نعم. الاستثنائية اللي وكبنا فيها الأحداث التي حصلت يوم. إذا يعني بالأيام اللي جاية حجم الحراك هو يحدد حجم التغطية. طبيعي. طب أنت بتعرف نعم. أستاذ زين، يعني بالنتيجة أنت تنقل الحدث. نعم. نحن أكيد عم ننقل الحدث، عم نواكب هذا الحدث. طبعا كان عندنا إنه عندنا دائما برامج وعندنا دائما تقارير عن الفساد يلي بيطال الجمهورية، وإنما نحن فيما يتعلق بهذا الحراك نحن ننقل الحدث، وبالتالي عندما يكون الحدث يفرض نفسه أكيد نحن منكون. نعم أستاذ وليد، بتشكرك وتشكر من خلالك كل قسم الأخبار يلي بذل جهد كبير بهالأيام الماضية، وأيضا كمان اسمح لي أتشكر الموقع الإلكتروني كمان يلي بذل جهد كبير مع قسم الأخبار. شكرا لك يعني أستاذ وليد. أكيد ما نحن بتصور كنا أكيد يعني جسم واحد، كنا غرفة عمليات وحدة. نعم. يعني وطبعا بدنا نشكر جميعا. سؤال أخير، سؤال أخير، أمدين بك تحلق دقنك، هلا المشاهدين ما عم بيشوفوك بس ربيت دقنك من بداية الثورة لهلا. بدي وأنت كمان كنت نعم. مربية، أحلقتها اليوم أنا لأنك طلعت على الهواء. نعم. أنا وقت بدي أطلع على الهواء بالليل كمان رح أحلق. يلا نعيما سلف، شكرا. أنا بدي أوضح، أنا ما حطيت أنه هو المسؤولية كبرى، بس من المساهمين بده يكون الإنسان يعرف لما يفتح الهواء لكل الناس، الناس بدها تصفي حساباتها على بعضها، وهون نعم. الناس بتقوم على بعضها، بيصير هذا التلفزيون أو اللي خارج السلطة بده يصب بالسلطة، وهذا عنده شارع كبير، ونفس الشيء العكس تمام. أنا عم أقول دايما بطريقة الطرح أكيد مع الحراك ومع الثورة، لكن لازم نكون إذكياء، نحن إعلام، نحن لبنانية مختلفين تماما عن كل الناس، نحن أكسجين العالم العربي، ونحن بلدنا هو ميثاقي، بدي أرجع أذكر الكل، مش دستوري بس، ما بيكفي الدستور وحده بلبنان، نحن ميثاق، يعني في عهد انه رئيس الجمهوريه لو شو ما عملت رح يضل مسيحي. بس شفنا في جو، خلينا نعترف، في جو لا طائفي برز بهالاسبوعين الماضيين، اول يومين ثلاثه بعدين بقى لما بلشت المسبات تجاه معينه صارت تاخذ منحة ثانيه، وصارت كل التلفزيونات تتغطيها وصاروا مبسوطين بتعداد معينه، يعني يرتاحوا شوي. اليوم في نكته مهضومه اجت عن الناس، اليوم ام القوات والكتايب صارت ترندنج نمبر 1، امه لجبران صارت نمبر 3. يعني انه لبناني بده عنده يعني خفه ظل بيصير يضحك على الفكره، يا خير حموا اماتكم اثنيناتكم وزحون عن الطرف، هاجموا حالكم مزبوط بطرق لذيذه وديمقراطيه حلوه، ما يكون فيها دائما سائر. نحن ما منفكر إلا بهالطريقة، صدقني أنا مش شايف إلا حرب أهلية. طيب
دغني هبة تواجي العالم كله عم يسألنا انتو والله كيف عايشين؟ قلت لهم هيدي بلدنا صرنا عليها معودين، سياحة فن ومعارك، الله الحامي الله مبارك، يلي بده يجي يشارك نحن بسيرك المجانين. هلا نحن بسيرك المجانين طبعا، لانه ما بتفهم كيف بتبرم الشارع ببدايته. خلينا على هيك نوصفه، كان من كل الطوائف من كل الاحزاب صح. في يقول لك انا شفت ناس من العونيه، وشفت ناس من القوات ومن الكتايب ومن الامل ومن المستقبل ومن حزب الله ومن كل الناس، لانه الفقر ما له عابر للحدود. لكن بعد شوي صفى ياخذ الحراك، واكيد في الناس اللي اصحاب الحراك الاساسي اللي هن اصلا خلينا نقول رفضيين وضعفت كل شيء، وانا واحد منهم مثلهم، بس انه صار ياخذ منحة تاني بالمسبات بطريقه، صار يفرز شوي، صار ياخذ يعني كمان الناس عندها همومها لازم يفهموها الزعماء، اذا عم بيسبوا بيسبوا من قهرهم ومن من من يعني وجعهم، ان كان بجنوب او بالبقاع او ببيروت او بالمتن او بسروان او بالشمال، وين ما كان الناس من قهرهم ومن من كل شيء. لكن كمان الطرق انه نتعاطى يعني، بعد الشارع موجود، بعده سلاح موجود وين ما كان، ما حدا يقول لي بس سلاح مصر عند حزب الله، لا كل العالم عندها سلاح، ما نكذب على بعض، كل لبنان معه سلاح، الفرق هناك نظام كتير متطور جدا ومركز اكثر ومنظومه مختلفه تماما، تكون واضح. انما ما في سلاح، كل انسان معه فرد بقوس الثاني، شو يعني؟ بلحظه بيعلق المشكل. يعني عندك هيجس الحرب الاهليه او الفوضى اقله. في حدا طلع على نيو تي في، بعدني بذكر وين، ساحه جل الديب. نعم سوري معلش سوري. أكيد. سألته أنت شو؟ قال انتمائه شو؟ هو من كسروان وقال انتمائه لأي حزب. قال له ما عندنا مشكلة ترجع حرب أهلية. بدي أوجه له، بدي أوجه لأهله. يقولوا له شو يعني حرب أهلية؟ بيعرف؟ بيعرف إنه كان عمرنا 9 سنين شفنا أول مرة بحياتنا جتي مكبوبة على الطريق لصومالي لأنه من تابعية صومالية، لأنه دينه مسلم، لأن لونه أسود، مقطش ومكبوب. بيعرف أنه انسحلوا الفلسطينية على الطرقات، بيعرف أنه تقطعوا بالسبت الأسود قبل بليلة 4 من الشباب خيرة الشباب قطشوهم بالفراعة. تاني نهار، بتمنى الكل يسمعني ويسمع شو عم بحكي، تاني نهار صار السبت الأسود 1000 قتيل تقريبا. كان شارع الشارع الحلو اللي بتوصل على الصيفة، بتمنى الناس تقرأ كتاب عمو جوزيف بيسموه جوزيف سعادة، يلي بيقول لك كيف صرنا نحن جلادين، كيف الناس مقوص على اسمها على الهوية، سيارات مفتوحة يعني من فيلم أمريكاني ما بتشوفها بخيالك، الناس بتعرف بالهوليداي إنه كبوا 4 من الكتايب من فوق وقوصوا عليهم هن ونازلين مثل العصافير. شو بيعرف عن الحرب الأهلية بده يحكي عنها؟ بيعرف إنه أهل عنطورة المتن ذبحوا بعضهم، المسيحية أول ضيعة مسيحية بتقتل بعضها، بيذكر مهجرين الدمور، بيذكر المذابح اللي انعملت بحق المسيحية بالجبل. مين عم يحكي عن الحرب الأهلية؟ مين هالولاد؟ أنا بذكر بحياتي بعرف الأشخاص اللي ماتوا تحت بيتي بمعركة كبيرة بين اللي صارت ب 13-14 شباط بين الجيش والقوات، وبذكر أول قتيل شفته أنا بذكره أنطوان كيروز بعتذر من أهله، وشفقت ولما شفت حد تحت بيتي، وواحد عسكري تاني أحمد برو من زحلة كمان ميت. كيف بدك تقول لي؟ انفجر قدامنا وهداك ميت ومعه 45 ليرة كان. في أرض خصبة للحرب الأهلية اليوم؟ طبعاً، بس الفرق ما بعرف قديش الله حمينا. نضلنا نقطع مثل ما أقول اللبناني بيعرف، يا خي صرختي ممنوع واحد يفكر يتركوا، بترجى كل الزعماء بقى ضبوا الشباب اللي بيحكوا بقى عن كل واحد حسب حلو انه بيقدر يعمل حرب اهليه، يا خي مش وقتها. عندنا مشكله كبيره بدنا نحلها. اول شغله من المشكله الحراك اخذ عده مناحة وعاد عده تترات، ما فيك تكون مقرر انك بدك تروح بس فقط للنظام شغله كبيره لتغيره. نحن مقبلين سنه الجاي على 100 سنه من اعلان دوله لبنان الكبير، بتمنى الناس تعرف شو يعني، بتمنى الناس ليش ضموا لبنان لإله. انت بتعرف شو كان لبنان، بتعرف شو ضموا له اقضيه وشو كان، ما كان عندنا سهل بقاع نحن، ما كان عندنا الشمال، ما كان الجنوب، كنا نحن في كمان في نفس عم شوفوا اخر سنتين، في نفس فيدرالي، في نفس عم بيقول ضد لبنان الكبير، في حتمية تاريخية ما رح تتغير. لبنان وطن على الأقليات كل حياته، للأقليات وكل حياته بازل وكل حياته رح يضل ميثاقي، ما بيقدر يكون إلا هيك. ما نكذب على بعضنا، نحن بأي، فيك تقول لي إذا أنا سألتك نحن موجودين بأي منطقة البحر اللون أكثر شو هو؟ طائفة وحدة صح ولا لا؟ الأقليات هن معروفين وين موجودين، كثير قليل يعني، هن موجودين بفلسطين المحتلة إن كان الديانة اليهودية أو إن كان عندك المسيحية أو إن كان عندك دروز أو عندك العلوية أو عندك كل المناطق، في حتمية تاريخية بالحياة أخذت مداها ولقت حالها بطريقة.
لازم نعرف نحكي مع بعضنا، لازم نبلش نطلع من فكرة الطوايف. وللأسف أنه الشباب هون حاسبين أنه طلعنا، لا ما طلعنا. لازم نكون واعيين أنه بضربة رصاص بيبرم الشارع على بعضه وبيقتل بعضه. نحن بنعمل حرب أهلية وما منروح على ثورة فعلية. ثورة بدها تخطيط أكتر، بدها تفكير أكتر. التمرد داني أحلى بكتير من الثورة. ليه؟ لأنه التمرد هو تمرد يومي ودائمي، وتمرد على الذات. جيفارا كان متمرد مش سائر. الثورة تنتهي بالمكتب، أنت بتنتهي بمكتبك. يعني آخر شيء تنبسط وصلت على حالك وترجع تاكل أبناء الثورة. صح. وين ما كان بالعالم. كثير مسرحيات رحبانية عالجت هالموضوع. مزبوط. بعدين نحن إذا بدنا نحكي أكثر عن فكرة أنك كيف أنت بدك تعالج دولة مدنية، مثل ما في كثير ناس بيحبوا علمانية، في عليها كويشنز كثير، فيها كذب، في ماسك مركبينه ما حدا بده إياها على الساكت، وكلهم بده إياها بالعالم. وفي شغله فظيعه يعني قال هذيك مره السيد نصر الله، قال انه طب يا خيي منا وجر عم يعمل اوتوكريتيك على حاله، قال انه يا خيي وزراءنا وزراءكم ما بدنا ضريبه، بتفوتوا لجوا بتلاقي هالضريبه طلعت. يعني الماسك فيه كذب عند كل الطوائف. اللي عم بيصير برايك هو ثوره او كلمه كبيره ثوره عليها؟ مش بحجم ثوره، لا. الثوره فيها حقد. كارل ماركس توجه بالثوره وبكلامه لا مش للمزارعين والفلاحين. تعرف ليه؟ ليه؟ لأنه بيطلعوا لفوق وبيطلبوا من ربهم تشتت الدنيا تيعيشوا. طلب من المثقفين وعمال المطابع وكل الناس اللي تحت الأرض اللي بيعبوا حقد أكتر ليعملوا ثورة. الثورة فيها دم. تقلك أنه ثورة بتجي دون دم صعبة. هاي الثورة البيضاء اللي عملها كرومويل أو حدا تاني بلندن، هيدي شغلات متطورة جدا بعد ما صار ألف ثورة قبلها. إنما اللبناني لا يثور. نرجع نحكي وقداش متحكم الشارع بالسلاح، وقداش متحكم بالطوايف، وقداش بلحظة بيبرموا على بعضهم. يعني في مشكلة كبيرة. بس أهم شغلة، أهم شغلة في غلطة عند الحراك الشعبي اللي عزيز علي، إنه بعض الأشخاص حولوا رح تفرط من وراء قصة الطرقات. الناس صارت عم تكفر بالثورة من وراء الطرقات. يخيي طب شو اقتراح؟ خليني اقول منها من كل هالطوائف، مش كل واحد عنده طائفته، يروح يحاوط يحاوط السياسيين اللي بده يسقطهم حاول بيتهم تشوف يا ريت بيعملوها. تبلش شوف اذا في ثوره ولا لا، نواة ثوره ولا لا. يعني الدروز يطلعوا عند وليد بايك، المسيحيه يطلعوا عند اذا بدهم على قصر بعبده، بدهم على قرايتهم يروحوا على قرايتهم، بده يروح على بده يشوف اذا في نواة ثوره ولا ما في. هون أنا بقول لك ما في، أو على معراب يطلع ناس على معراب وعلى بكفية عند بيت ما فيك. يا بدك تشملها كلها يا ما بيمشي الحال. أما تجي تقول إنه بجرب 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 وبقطع طرقات، ما رح يمشي الحال. الثورة بدها تفكير أكتر بكتير من إنه بس إنه ضلني إنه طالب إسقاط شعال. بلشنا بإسقاط الحكومة سقطت، بدنا نجيب تكنوكرات. لك خي أي تكنوكرات؟ عشو عم نحكي؟ ما خير حيرجع يجي نفس الرئيس الوزراء وبأجندة مختلفة يمكن. بس هلا يعني عم تحبط عزيمة هذا الشباب. عم بحكي واقع، عم بحكي وجع. صلنا أنا عمري 53 سنة عم بحكي وجع شفته بحياتي، عم أربع حروب شفتها وعشتها أنا وغيري من الناس. ما بدي حدا يوقع فيها، ما بدي واحد ولد صغير مش عارف كوعه من بوعه ويطلع يقول لك إنه بدي أعمل حرب أهلية. لك مينك أنت؟ شو عشت منها الحرب الأهلية؟ ولك انتم مش اذا بتشوفوا واحد قدامكم محاسبين الناس، صارت الحياه قد ما كلها قتل على الافتراض وكل شيء صارت سهله. يعني الواحد بده يكون واضح بطريقه التصرف. خلوها للثوره عفويه وبقيمتها وبصحتها وبقوتها وبضغطها، ولازم يرفضوا. بس برجع بذكرك الفساد مشلش بكل الناس، ثلاث ارباع الموظفين وين ما كان بكل العالم. الحل كان شو؟ شو بدك برايي؟ ليش قل لي شو الحل؟ يا خيي لبنان عم يمشي هيك. حل ديكتاتور الحل. تصور هيك، تصور هيك. بدك مرحله تمرق مرحله معك. نحن بنحكي عن ديمقراطيه. بتعرف بسقراط بيقول له عسكر. بمسرحيه منصور سقراط بيقول له شو حصانات الديمقراطيه؟ بيقول له انها حكم الاكثريه. بيقول له شو سيئاتها؟ بيقول له انها حكم الديمقراطيه بتخلي الكميه تحكم النوعيه. انتبهت على الفكره؟ يعني مش معقول كيف بدنا نوصل لحلول اذا لحد هلا نحن متغلغل فينا الطائفيه للعظم، منخورين بالطائفيه. ما فيك تغير شيء لما انت بعدك ولائك لشيء معين. لبنان بنى على باكت جهنمي بين طائفه والدين
والإقطاع والعائلات، وما تغير داني، ما راح يتغير لحد هلا، لأنه ما في إرادة فعلية عند اللبنانيين إنه يتغير. صحيح كمية كبيرة من الناس نزلت من وراء شيء اسمه جوع وفقر. تعرف أحسن شيء بتعمله إنه بتقوي العلم عند كل الناس وبتمحي الأمية، بتبعد الناس عن الكل وبيصيروا منطقيين بالتعاطي بين بعضهم. أنا وياك عم بتحاور، ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة إنه كمان عم نقنع. شفنا بهالفترة إنه ما في عدم تقبل للآخر، يعني شفنا مرسي. هجوم على مراسلين تلفزيونيين لأن بيختلفوا برأينا، شفنا يعني كمان ما حدا عم بيسمع. صح. وأنا بعد شفنا حتى على المواقع التواصل الاجتماعي كمية بلوكات وأنفرند وأنفولو. بعد فكرة صغيرة عن جيهان خوري، شو لكم معها إذا قالت مبسوطة؟ حدا بيذكر بشير جميل وقت طلع شو صار بالمنطقة المسيحية؟ هالولاد اللي بيحكوا عن بشير ما بيعرفوا شيء عنه، بيذكروا نمن طلع كان هستيريا بالشارع وين ما كان؟ شو يعني؟ بكون تعلقوا على شخص وفجأة نحن بنعتبر حنا غربيين، إيه هذا بولينج اسمه، ما بيسوى أبدا. شو بدكم فيها، قالت ولا ما قالت؟ وبيصيروا طلعوا كذب إنه جوزة مدير الكازينو، حبيبي جوزة محامي بيير خوري دكتور بالحقوق الملكية الفكرية يلي كل اللبنانية ما بيحترموها أصلا. هيدا من مكامن الفساد. تفضل. انه شو بدك تقول يعني؟ انه بصير تطلع اخبار كيف ما كان، بلد عايش على الاخبار بحب اللقلقه، بلد حامي. يعني حين الوقت بلش نفكر ما بتزبط. بعد الحرب صار في كتير اغنياء وكتير فقراء، ما في طبقه وسطى. لما بتروح بالطبقه الوسطى داني بيروح كل شيء من العالم، بصير هن الواصل بين كل العالم. وبعدين لما تمحي الاميه بتبلش تفكر انه ناس كتير عندهم تفكير رؤية ليبنوا وطن مثل ما الناس بتحبه وبيحترموه، بيصير عندهم مواطنية، بيصيروا يحترموا المؤسسات. أنا أختلف مع عهد، أختلف مع نهج، لكني أحترم المؤسسة. هالمؤسسة مين بده يحميها؟ بده يحميها قوانين معينة، ناس شرفة، قضاء معين. أسامة الرحباني راضي اليوم عن الحكم في لبنان؟ راضي عن هالسلطة؟ ما بحياتنا كنا راضيين عن ولا حكم بلبنان. نحن دائما رفضيين وبننتقد وبنعمل نوع من الأشياء المسبقة اللي بتجرب. يعني بدي أقول لك شيء اللي بيضحك كتير، في حوارات للأخوين رحباني بصوت الرائع فيروز، هي وأنطوان كرباج بحد أحيانا مسرحية، أو هي ونصري أو هي ما كان، تحكيك قصص هلا يا ريت بيسمعوا. هو دي مثل الكتاب مقدس للعالم، اذا بتفتحه بتكون عندك شويه ذره من حتى الضمير. حتى بمسرحياتكم يعني الحديثه الناس استكتروا عليهم، يكون حضرتك ومروان وغادي بالانقلاب وغيرها كمان، في كثير اشياء بتنطبع هالاسبوعين يعني. حتى يعني في دون كيشوت اذا بنحطها كارثه، لانه بتقولوا يعني انه حاكين نفس الشيء. شو بده يصير بالحكم؟ في مونولوج بين بيقولوا كيف بدك تحكم، بكرة بركي من مرة على التلفزيون ما بنعرف، لأنه بيقلوا على الوطن تبوا كمان الوطن بيطير. ايه وبعدين أهم كلمة لمنصور، إذا راح الملك بيجي ملك غيره، إذا راح الوطن ما في وطن غيره. هيدي ما حدا عم يفهمها، لأنه الغريزة عند الناس بتحبب إنه الواحد يحب التملك، هي غريزة الناس. بدي أنهي يعني، كان معنا بديع أبو شقرة وريمان جيم، عايشوا يمكن المشاهدين هيك شوي بحلم الثورة، انت رجعتهم على الواقع. بدي منك بختام حديثنا رسالة الى اللبنانيين اللي عم بيصوروا واللي ضد الثورة واللي عم بيسكروا الطرقات واللي ضد تسكير الطرقات، رسالة من أسامة منصور الرحباني. اول شيء بدي اتمنى على الجميع يتركوا الناس تتظاهر، والمسؤولين الكبار وبيعرفوا حالهم مين، وكل الزعماء يتركوا الناس تتظاهر ببراءة وبحب وبهن بكل، ويبعدوا كل شيء له علاقة بنكاية بسحب الهويات والقوة والمصاري واللي عم نشوفها. بدي ترجع الجميع، عيب على شبابنا اللي هن كلهم من جامعات مثبت بهالشكل من الشارع، هي بتأجج زيادة وبتخلي كل شارع يصير طائفي أكتر وأكتر، وبتفشلوا بالتالي بالثورة. هذا واحد. اثنين، شباب الثورة بدها جدية أكتر، بدها انضباط أكتر، بدها تخطيط أكتر. صحيح ما بعرف مع مين بدي احكي، من مال بتهلك بتخوف شوي، بس كمان رح تفرط من وراء اللي عم بيفوتوا عليها المندسين عليها لحتى تفرط. اخيرا لكل الشباب المتحمسين اللي ما عندهم مشكله يعملوا حرب اهليه، انتو ما بتعرفوا قيمه الحرب الاهليه، لانه اذا صارت تاكد ما بيبقى مسيحي بلبنان. يعني كنت صوت العقل اذا فينا نقول بهالأمسي أسامة الرحباني، بتشكرك شكرا لك داني، وبدي أقول لكل الشباب اللي عم يشتغلوا يعطيهم العافية، وبعرف تحت الضغوطات كلها، على أمل دايما رجاء كل المحطات تكون شوي
اهدى بس لحتى ما تنط الناس على بعضها، مش اكثر من هيك. هذا قلبي على وطني. نعم، شكرا كثير. مشاهدينا متوقف مع السرحة اعلانيا، نتابع بعد هذه الامسية مع الممثل وسام حنا. نتابع هذه الأمسية الخاصة مع الممثل ومقدم البرامج وسام حنا. أهلا وسهلا فيك وسام. يسعد لي مساك وصباحك. شغل الدنيا صار لك داني. عملت ثورة، ثورة بحد الثورة إذا فينا نقول. لا أنا بقلب الثورة. طيب وسام، كنت تمثل، تقدم برامج، ألعاب، تعرض أزياء. شو اللي عملك ثائر؟ اللي عملني ثائر، أول شيء أنا بدي أقول لك شيء، أنا إذا هلا أنا معك لأنه أنا ممثل ما بدي أكون ممثل. نعم. وإذا أنا نزلت على الشارع إذا أنا نزلت على الشارع لأنه ممثل، أنا ما نزلت. أنا لو مدني من ممثل كنت بضل ببيتي وبعمل برستيجي، لأنه بتعرف اليوم كل ما تكون نجم وبعيد عن الناس كل ما بتحافظ على نجوميتك أكثر، مثل ما بيعملوا البقية. أنا نزلت على الشارع لأنه بدي أحس بوطني. أنا من أنا وصغير لليوم بسمع أنه كيف الناس بتحب بلادها، كيف الناس بتحب لبنان. ما حبيت ولا مرة للبنان. كل ما سافر على بلد بلاقي حتى بمدارسنا ما علمونا. شو تغير بهالجمعتين؟ حبيت لبنان، حبيت هذا البلد اللي عايش فيه، وصار عندي امل فيه. صار عندي امل انه انا هذا البلد يلي ولا مره املنا فيه، لانه ربينا فيه بحروب، وربينا فيه مع حكام زعران، وربينا فيه بنظام طائفي بشع، وعلى طول بنحلم نقعد بدول اجنبيه. لاول مره بحياتي انا حسيت انه لا، بلدي هو بلد، وبلدي فيني عيش فيه. ليه جاي هيدا الامل؟ من اجى ما بعرف. انا كل الوقت عم بشتغل وعم مثل. شفت كنت عم قاعد بالبيت عم تحضر على التلفزيون وقررت لا تنزل. مش مزبوط. انا بدي خبرك شيء، انا هيدا الشيء من 3 أسابيع قبل الثوره، 4 أسابيع، الخطاب المتعالي عند النواب والوزراء وطريقه حكيهم مع الناس كانت مستفزه. يعني بلشت اكثر شيء، انا اكثر شيء احتديت لما شفت ولد عم يبكي قبل ليلة الامتحانات، ما بده يخلوه يعمل امتحاناته. هون عرفت انه بلادنا رايحة على الخراب. ولد بده يعمل فحص، وزير، اذا لو انا وزير محله لهذا الولد كنت بنجحه بدون ما يعمل فحص. ولد واقف عم يبكي بده يعمل فحص، هيدي وين بتشوفها بالعالم؟ عرفت انه في الفساد بلش يوصل لأوجه، وصارت تزيد 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 القصص. لو وصلنا لوزير عم بيقلنا ما تسمعونا صوتكم، نسيتها لهي العبارة اللي هي من النازية لليوم. أنا ما سمعت حدا بيقول لشعبه ما تسمعونا صوتكم. نكفي نكفي نكفي، حرقوا لنا قلبنا على لبنان. قليل مشهد الحرايق شو صار؟ العالم كلها كانت محروقة على هيدا البلد شو عم بصير. وبنص دين قلب الحرايق اللي نزلوا الدفاع المدني وناس والهمة، كانت الدولة كلها واقفة عم تتفرج. ولك وقت حرقوا نوتردام دو باري بليلتها الأرشي ملياردارية حركوا حالهم، ولك ما شفت واحد طلع على التلفزيون. شفنا واحد سوري طلعت برا، ولك ما حدا من هول المحشيين مصاري السائقين البلد طلع قال خدوا هوا صرنا نلم من بعضنا لنروح نشوف نساعد العالم اللي احترقوا بيوتها. وسام انت بمشاركتك بهالثورة رحت لبعيد شوي، وين لبعيد؟ اعتبروا حتى زملائك يمكن الممثلين انه رحت بخطابك لبعيد. زملاء الممثل بدك نفضح هيك؟ مع انه انا قايل ما بدي افضح. قول بدك. ما بدي احكي. لا ما نحكي نص زملاء نص زملاء الممثلين ونص الناس اللي انا اصلا بعدت هن عم يحفظوا خط الرجعه حبيبي. مع مين؟ وانا انزل على ثوره وعرض حياتي للخطر وعرض عائلتي للخطر ومآمن انه بلحظة من اللحظات هيدي السلطة بدها ترجع تحكمنا، ما بدي اياها هيدي الثورة. يا بدي انزل على ثورة انا وآمن انه هيدي الثورة واصلة للآخر، واصلة هيدي الجلجلة اللي نحن عايشين عليها، هيدا الصليب اللي نحن عايشين عليه بدي وصلني للقيامة، بلاها لكن ضل قاعد ببيتي. منا مسحة، نحن منا عم نعمل مسرحية. ممثلين استاذ داني، استاذ داني نعم. ما بدي احكي عن حدا. أوكي. انا لما بدي اطلع على المسارح بين طرابلس وصورة أعمل غنانة وغني، ماني عامل مسرحية أنا له فيها على الطرقات وأعمل أغاني. نازل عم بعرض حياتي للخطر، نازل عم بعرض كاريرتي، وأنا اليوم في كتير محطات ما بقى بتستقبلني.
انا اليوم جمهور طويل عريض ما بدي اقول شو هو، ما بقى بيحكي معي وما بقى يتعاطى معي وبيسبني للنهار وبيسب اهلي. يعني انت يعني انا يومين ثلاثه خلينا نحكي عن صار يعني معك، يعني انا عرضت حالي وكاريرتي وكل صح. كل الاخطاء عم بحكي قلت لي بدي سرب بالليل عتلين هم سرب بالليل اكيد اكيد ليه معرض انا مضطر أنا ايه انت عم تشوف المسبات وشو بدنا نعمل فيكم وشو بدنا نسوي. انا زلمه من انا مزوق زلمه ادمي ابن عائلي ماني معود لهيدي الحركات. انا نزلت مثل كل هالناس عم طالب شايف، ولك اذا شفنا كلب عم يتقوص على الطريق بنزعل، عم شوف اخواتنا مذبوحين قدام عيوننا ما بدنا نزعل. بعدين انا خيي انا زلمه مرتاح وعم بشتغل ايه، بس انا عندي ثلاث اخوه بالبيت مش عم بيشتغلوا. انا اليوم صحيح عم بشتغل ومرتاح وضع منيح، بس اليوم اي تدهور بالليره اللبنانيه بنفوت كلنا بالحيطان، معنا مصاري ولا ما معنا مصاري، كلنا موجوعين. ما حدا يقول هيدا عم مثل وهيدا شايف حاله وهيدا مدري شو هيدا مدري شو، كلنا موجوعين عم نشوفهم قدام عيوننا، منروح منسهر معهم منسافر معهم منشوفوا كيف وين عم بيسهروا وين 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 مصرياتهم وبطريقه عيشهم قدام عيوننا. بس ليه فجأة وعيت على هالاشياء؟ ماني ممكن تقعد مع سياسيين ونشروا لك صور مع سياسيين وانت نشرت ايه، لانه انا بطبيعه حالي ليش فجأة انطفت على كل هيدا الواقع؟ لانه قلت لك انه لانه مثل بيقولوا اجت قوه سبحان الخلق، ما بعرف شو هالقوه اللي اجت لكل للنسوان اجت القوه، ما رح تجي قوه لإلي. انت شايف منظر النسوان بالثوره اللبنانيه؟ يعني بس تستحي من حالك، يعني هذا اللي قاعد ببيته بيستحي من حاله. انا ما بزعل من كميه الشتائم اللي تعرضت لها، بتعرف من كل الشتائم اللي تعرضت لها ما زعلت. حتى اليوم في واحد من منطقه من جزين بالتحديد اللي هو كتب عني شيء كتير بشع وتسرب، عم بتواصل لا اعرف ليه هالشخص كتب عني هيك، ما عم بفهم ما عم بستوعب. يعني انا لا بعرف كل عم ينكتب عني ولا طلع انه هيدا الزلمه مطيركته مرته وكان بده ام النور واهله عم يترجوني انه عنده بالاعصاب واخوات ومجنون وكذا. اوكي ما زعلت، قلت خلص اخي يلا الله يسامحه. بس تعرف مين زعلني؟ زعلني استاذ لإلي كان يعلمني بالثانويه من بطن نصار، اسمه ادمان نصار، كتب عني كلام كتير بشع، وهذا استاذي بتذكره كتير منيح. بدل ما هذا الاستاذ يكون فخور انه الان قال هذا كنت استاذ، وبدل ما يكون استاذ فخور انه ربى هيك شخص. انا اليوم لما بلادنا تتحرر من الفساد مش انا بس بدي اعيش ببحبوحه وبطمأنينة وبارتياح، ولاده لهذا الاستاذ كمان بدهم يعيشوا، عائلته كمان بدهم يعيشوا بصحه مش بس انا. اليوم الانجازات اللي حققتها الثوره اليوم اقل شيء ممكن مش حولوا من الاشتراكات التليفونات من الدولار للليره، اليوم هيدي الاشتراكات هو واولاده استفادوا منها مش انا. هيدا الزعلان انا الطرف الثاني اللي عم بيفكرنا واقفين ضدهم، نحن مش واقفين ضدهم. انا ماني تصدق ماني واقف ضد الطائفيه، هذا البلد رح يضل في طائفيه، في 18 طائفه ورح يضل في طائفيه. ماني واقف ضد رجال الدين وماني واقف ضد السلطه، انا واقف ضد الفساد، ضد الفاسدين بهيدي الدولة، ضد الفاسدين برجال الدين. أنا واقف ضدهم مش واقف ضد سلطة معينة. أنا اليوم بدي سمعك شيء مع ليدا، يعني هلأ وصلوا لي لأنه عشرات القصص عم تصلي على، ما بعرف إذا بتسمح لي. أكيد عشرات القصص والملفات صارت عم تصلي. مديرة مدرسة بعبرة مع ليه هيدي يمكن صار كلنا معنا، رجعت وضحتها، هيدي اعتذرت، هيدي طريقة بتحكي فيها، هيدي بدها تعلم جيل، هيدي في عندها حصة اسمها التربية المدنية بمدرستها، هيدي بدها تخرج جيل تقول لهم صوروا على الحرية وانتفضوا وكونوا ناجحين وارفعوا اسم لبنان بالعالي، كيف بدها تخرج جيل مقموع؟ هي لأنه عندها ميول سياسية بدك تحب الجنرال أكثر من بنته؟ رح تحب الجنرال أكثر من بنته؟ ما رح تحب الجنرال أكثر من بنته. شفنا اليوم تصريح على مدام كلودين، ما فيك ما توقف مع الحق، نحن ابناء النور، نحن ابناء الرجاء، مسيحنا اجا وبزقوا عليه ما خاف، قالوا انا جاي كرمال الحق. نحن عم نطالب بالحق، عم نطالب بالحريه، عم نطالب بالعداله. شو عم نطالب؟ عم طالب انا تكون اعيش ببحبوحه. كلام عم تقوله اليوم، كلام اللي قلته بالساحات، عم تنتفض وعم بتصرخ وعم بتفش خلق، عم بفش خلق لانه عم بيسبوني كانه انا عندي بس عم بتكون قاعد لوحدك بصراحة. ده بكيت بهال لا كم يوم أنا ما الماضي. أنا ما أنا انتبه ودي خفت ودي انكسر أبدا. أنا عم أقول لك الحمد لله في قوة مش طبيعية، وأنا بدي خبرك هيدي القوة مستمدة. أنا عارف أنه هيدي الثورة رايحة لأمل كتير كبير، لأنه بدي أقول لك شيء، أنا شخص الكل اللي حوالي بيعرف قدي أنا مؤمن وملتزم بكنيستي، أنا بعرف أقرأ علامات ربنا على الأرض،
دائما اذا بتطلع بتاريخ ربنا وتعامله مع البشر بيعطيك علامات. انت كشخص مسيحي اما غير مسيحي اما مسلم بدك تعرف تقرا علامات ربنا. بدي خبرك شيء، انه قبل بجمعتين بجمعه من الثوره صار في حرايق بلبنان. نعم. وكلنا خفنا وكلنا قلبنا كان موجوع على هالموضوع اللي عم بصير. بلحظه من اللحظات بقدره قادر، ما بتتذكروا كيف ربنا شتت علينا الدنيا لنص ساعه ساعتين ورجعت راحت المطر؟ ليقلنا للبنانيه، فين يضحكوا علي العالم هلا، بس انا هيك بامن، ليقول للبنانيه انا بقلب انتم بقلبي. وبلحظه اللي رح تكونوا انتم بقمه الخطر انا رح فوت واتدخل ورح كون لجانبكم. هيدي علامه من علامات ربنا لازم نعرف نقراها نحن اللبنانيه. نحن اليوم واقفين ببوز المدفع، نحن اليوم واقفين وجه سلطة مشرشة 30 سنة بالفساد، محششة مليارات ومش قابلة تزيح عن الكرسي وما رح تزيح عن الكرسي ورح تعمل دم لتزيح عن الكرسي، ونحن عارفين بهذا الموضوع، كل الرأس والفقش والشايفينه، نحن عارفين هيدي الثورة رح تتكلل بالدم. بس هيدا الصليب يلي واقفين عليه عارفين انه بلحظة من اللحظات وبقدرة قادر ربنا رح يتدخل ليخلص هيدا البلد يلي هو مزروع بقلبه. هيدا الدم يمكن يكون دم وسام حنا. ليك ما حدا بياخد الروح إلا خلقها، وأنا إذا كل حدا بده يقول لي لف بدي لف، بقضي حياتي عم لف. أهلك ما يقولوا لك شو بدك بشر لي يا وسام، وقعد بالبيت وما بقى تنزل على التطورات، بدي خبرك شيء وما تطلع الليلة. بدي خبرك شيء، أنا ما بحياتي، أنا معروف الأهل القرار الوالد والوالدة. أنا بزماناتي بحب التمثيل، كنت رحت عملت حقوق لانه بي قال لي بدك تروح تعمل حقوق، رجعت رحت عملت حقوق لانه الوالد طلب مني. ما بتذكر بحياتي عشت شيء ضد قرار اهلي، شو ما بيطلبوا اهلي هالقد عندي رايون، عشت الولد المطيع لاهله، رايون مقدس على راسي. الا بهيدي الشغله لا بي ولا امي عم بيقدروا يقنعوني وعم بيتحججوا. ساعه بتقول لي امي اخذوني على المستشفى، ساعه عصابي تعبانه، ساعه عم باخذ دواء وما عم بقدر كن. شو السبب؟ ما بعرف، مثل كل هاللبنانيه، مثل كل هالشباب. ولحظة ربنا اللي بده ياخذ امانته. شو بتقول لأمك عم تحضرك؟ انا نحن احلى من راحوا خيرة شبابنا، راح نكون احلى من جبران تويني، احلى عالم خطفوا لنا وكلنا رايحين. شو بتقول للوالدة اذا هلا عم تحضرك؟ بدي اقول لها انه الحياة موقف، وما تعلمينا نكون جبنا، وانا اليوم اذا عم دافع هي كانت انه نحن انا سند العائلة، تعتبرني انا سند العائله وما بدها تخسرني، انا عم بعمل هالشيء كرمال العائله. لانه ما فيني انا ضل حارب لحالي كرمال هيدي العائله. هيدي العائله لما تعيش ببلد مرتاح وبدون محسوبيات، اخواتي وعائلتي كلها هن بيكونوا موظفين وعم بيتوظفوا وعم بيشتغلوا بدون ما اكون انا واقف حدهم او ضروري يكون واقف حدهم، لو عايش ببلد عنده كرامه. اليوم حطيت على تويتر انه عندنا مات، بدي خبرك شيء عم اطشك. تفضل. مات عندنا شاب وقت الثوره، قبل الثوره بجمعه، بسام اسكندر، لقوه مقتول بعد 5 ايام. نعم. من مقتله. نعم، بالجنوب. بالجنوب بعد 5 ايام لقوه مقتول. وين الكاميرات؟ وين الدوله؟ لانه ما حدا وقف طالب فيه. منطقه طويله عريضه من صيدا لجزين ما حدا وقف طالب فيه، لانه ما حدا وقف طالب فيه. بقي 5 ايام لطلعت ريحته للزلمه، مش عيب؟ انا كنت اكثر حدا ضد تسكير الطرقات، اكثر حدا بكره حدا يسكر الطرقات. انا اول واحد بتذكر كنت بدبي واقف عم برقص على الطريق، وبتذكر هيدي ما بنساها، وشباب دبي معلي بدي اقولها خليهم يتذكروا، قعدوا يلموا من بعضهم 1000 1000 1000 1000 ليره ليجيبوا بنزين ليولعوا دوليب. شلت من جيبتي 10000، حسيت حالي انا عم بمول الثوره. قلت له روح هاي 10000 روح جيب بنزين. انا عم بعطي لحدا بنزين ليولع دوليب؟ قد من حرق كمان قلبي. طلع عليك اشاعات انه عم تتلقى اموال، عم بنقول لك اللي انحكى هلا. كل هالحرق اللي عم بحكيك اياه بتقول عم بتلقى لك اموال؟ عم بقول لك شو انحكى عنك ويمكن سمعتها. لو عم بتلقى اموال كنت وافقت روح على الاتصالات اللي اجتني لاتلقى اموال، مثل ما صار مع غيري. اف اف مين غيرك؟ مثل ما صار مع غيري، كل الناس موجوده، كل الناس فنانين. تغيرت اراءها بين ليله والتانيه، وانعملت فيديوهات بين ليله والتانيه، وتغيير اراءها بين ليله والتانيه. شو ليه؟ نزل الوحي؟ نزل الدولار. قبل السحسوح وبعد السحسوح؟ لا، هي قبل الدولار وبعد الدولار. ولما طلعت المدام عم تحكي انه نحن عم نتمول، لانه ما بتجيك هيك فكره،
مين بتجي هيك فكره؟ جاك عروض؟ جاك عروض؟ بتجيك ما بسمح لهم، بيعرفوني انا اهبل. منين بتجيهم فكره التمويل؟ لانه هي معشعشة عندهم هيدي القصه، لانه هن بلشوا فيها، اعطوهم المصاري ليسكتوا، اعطوهم المصاري ليسكتوا. نحن ما كنا بوارد قصه المصاري، مش موجوده، ما كانت قصص عفويه عم تنزل على الطريق. صارت تطلع قصه المصاري طق 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 طق، بعد قصه المصاري ما نجحت سكس جنس، بلشوا يحكوا بالجنس. ما في شيء. بنا بلبنان بدي اعتذر على الهوا، ما في شيء يحكوا عن الواحد، البنت شرموطه شبلوطي او هن. بدي اعتذر عن الهوا هو هن، ما لقينا شيء الشباب نضاف هو الكلمتين. يلا تعالوا ننزل فيهم، ندبوا فرحات تبهدلنا، صرنا عم ننزل على الثورة كرمال نعمل قانون المثليين. ليك وين صرنا؟ وإذا بدنا نعمل قانون المثليين أنت ناطرين الثورة اللي بدهم يعملوا قانون المثليين؟ ما عندهم جمعياتهم وعندهم أخبارهم وعندهم تحركاتهم، ناطرينك لقلك لنعمل ثورة ليعملوا قانون المثليين؟ شو هالحكي؟ حديثنا بيضل من الزنار وبالنازل. ارتكوا. نحن شعب مثقف. اتهامات استهدفوك فيها كمان يا خي. أكيد شو بدهم يقولوا عني يعني؟ شو بدهم يقولوا؟ بشع. تلاقوا صورتين ثلاثة مصورهم لابس مايو إنه خلصت الدنيا لابس مايو. هلا بشلح لك على الهواء. طيب عراي ستني ضال أحمدية ما بوجه لها تحية مرة قالت لي ولك أنت رجال إذا انزحمت بتقشط وبتفنتر على الطريق. شو 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 عم شو عم بيحاولوا يخوفوني إنه واقف لابس مايو؟ كان عمري 20 سنة عم بعرض أزياء لابس مايو، تفضلوا شوفوا هيدا ويسامحنا. عيب. ارتقوا، عم نحرر بلاد. هاي البلاد إذا تحررت أنت بتتحرر وأنا بتحرر، ابنك وعائلتك بيعيشوا فيها بسلام، وأنا وكل الناس بنعيش فيها بسلام لولد الولد. ارتقوا بأفكاركم. أنا ماني متظاهر ضد حدا، أنا متظاهر ضد الفساد. وهيدي الطبقة السياسية بدها ترجع أهلا وسهلا، مش فرقاني معها. بس أنا بدي أتوجه لرئيس الحكومة سعد الحريري وقول له شغلة وحدة. أنت برافو عليك، شاطر، رجعت كسبت الشارع السني لأنك زلمي شاطر، ونحن كلنا بنحبك ونحن وقفنا حدك بكثير من المحلات، وخاصة بالقصص اللي صارت معك بالسعودية. بس اليوم قبل ما ترجع رئيس حكومة وقبل ما ترجع تكسب جمهورك، في عندك شغلة وحدة بدك تعملها، أنك تروح تدفع تعويضات تلفزيون مستقبل كله سوا. لأنه شخص ما بيقدر يدير تلفزيون ما بيقدر يدير بلد. اليوم قبل أنا معي يرجع يكون رئيس حكومة، لأنه الشارع السني بده إياه فليكن. بس قبل والشارع المسيحي بده رئيس مش العون. أنا عم بقول الشارع الشيعي بده رئيس. يا أخي يجي اللي بدهم يجي، بس مهم ما يخففوا بلا فساد. وأنا بعرف إنه الرئيس الحريري هو شخص منه فاسد، بالعكس كان معه مصاري وبطل معه مصاري، مش بطل معه مصاري يعني خفت، مش مثل غيره زادت ملياراته. كلنا بنعرف إنه زلمي إلى حد ما نضيف. هون بلشت وسام. بس أنا اليوم قبل بطلت كلهم يعني كلهم. أنا كلهم يعني كلهم، بس أنا عارف أنا بدي يكون واقعي من الأحلام. أنا عارف هلأ بالوقت الحالي راجعين ما عم بيتفاوضوا. بس كثير من زملائك عم يتهموك إنه عم تحلم، إنه رحت لبعيد. أكيد بدي أحلم. إذا أنا ما عندي حلم لشو نازل على الأرض؟ إذا أنا ماني بحلم إنه بعد 10 سنين، ما عم بقول لك بكرة. أنا اليوم إذا بعد 10 سنين ما بحلم ببلد دولة مدنية، دولة منا طائفية، بعد 10 سنين دولة بتعطي الجنسية للمرأة اللي عندها، أكيد شو نازل أعمل بالطريق؟ بس أنا بدي أقول له أطلب منه هيدا الطلب، لأنه بكرة هلأ عم يبعثوا لي كمان على الجروبات الثانية إنه بكرة نازلين مثل الشحادين يعتصموا كرمال معاشاتهم. أنا بدي منه مصاري، ما بدي مصرياتي. أنا بدي منه مصاري، ولا مرة طلبت مصرياتي، وهو بيعرف محبتي ومعزتي أنا ل ل ل لعمته الست بهية. بس عيب اليوم انك انت بدك ترجع الى الحكم ويكون في هيدا الملف بالذات ناس عم تطالب بدها حقها. موظفي تلفزيون المستقبل اليوم مفروض ينعطاهم حقهم. كتبت اليوم على تويتر انه حسابات افراد من عائلتك خرقت على وسائل التواصل الاجتماعي. مش معقول انه خيي يفوت ينكتب عليه شيء، بعدين يفوت خيي يصلح، بعدين يرجع يفوتوا يمحوا له لخيي، بالاخر اضطر خيي يمحي البروفايل ليفوت يعني يشوف اللوكيشن وين، تطلع اللوكيشن بعبده. شو عم بصير؟ عم يعني عم بستطلع بعبده عم تتهم جهه كان. لا عم شو عم بتتهم خيي؟ يمكن فيها تطلع عم شيت طلعت بعبده، شو بعمل؟ ها؟ راح فرجيك، رجع فرجيها مره ثانيه، بعت لي اياها خيي، بعت لي اياها. ما فهمت، فيها بعبده فيها تكون حدث يعني، فيها بعبده تكون حزميه، ما بعرف. بس انه شو عم بصير؟
طب هل قد الحرب عليك؟ طب بلشوا عم يستهلكوا خيي مش حرب افراد علي. من عائلتك هل قد وسام حنا يعني ما بعرف يعني في ناس اهم منك ما هي قالت صراحه قالوا لي اياها اول يوم بعرف عم يزعجون ليش بده هالقد يركزوا عليك ما بعرف قالت لي انت من وراك رح يصير في دم قلت لها من وراي مين انا تشرشل ليصير من وراي في دم شقفة تمثل نازع على الطريق مثل كل العالم عم بينادي بحقوقه طب بس هيدا المشهد رح يخلص بعد جمعة جمعتين شهر ايه؟ رح ترجع الحياة الطبيعية بلبنان شو رح يصير فيك؟ شو بدي يصير فيي؟ خسرت نص الناس على القليلة ايه وربحت حالي وشو خسرت كل الناس؟ عم برجع بقول لك إذا أنا ماني مآمن بكره في شركات إنتاج ممكن ما بقى تتعامل معك ايه؟ في تلفزيونات ما رح تتعامل معك لشوف إذا أنا بتعامل معها قبل في تلفزيونات اليوم مثلا تلفزيون عظيمة تابع على السلطة يعني بهنية إذا عندها إعلاميين وعم بتخرج هيك إعلاميين يعني طالعين حاطين صوري مع جعجع وعم بيسبوني لك هذا البلا أخلاق عن مين عم تحكي؟ تخيل إعلامي إعلامية على الهواء قاعدين ثمانية عم بيجقوا بلقوا الصبح ليقولوا عني أنا بلا أخلاق إذا أنا زلمي بلا أخلاق أنت يعني ما بقى بتعتبر انا بدي خبرك شيء بدي خبرك خلينا تما اي حدا يفهم يا اخي الاو تي في مليون كل الناس عم تبعت لي عم يسبوك ويقولوا عنك بلا اخلاق عشان عم تقولي عني بلا اخلاق اذا انت اعلاميه اتهموك انه مؤيد للقوات اللبنانيه يا اخي مؤيد صورك شايفه مره بحياتي لجعجع هي بس انا اكل شارب نايم عند بهي الحريري بين ما قالوليش انه انا حريري مبين منضل عند بعضنا كل السياسيين اصحابنا يعني شو هل شو بس خلص لانه انا حكيت بنهارتها وانا بدي خبرك شيء انا ما حكيت عن جبران باسيل لانه براسي جبران باسيل لا لانه انا لما وعينا الصبح وشفنا المظاهره اللي صايره ببعبده صرت خبط على راسي صرت اقول يا عمي هاي السلطه شو عم تعمل ضلينا 24 ساعه بنقول للشباب ما بقى في تسكير طرقات بدنا نعطي حسن مبادره لخطاب الرئيس بدنا نعطي مجال للرئيس بدنا وبدنا وبدنا طلعوا عملوا لي مظاهرة رجعت الناس نسام بدنا عن أول وجديد طلع يخطب خطابات رجع نزل العالم على الطرقات أنا نزلت العالم على الطرقات أنا سكرت الطرقات الخطاب اللي عملته هو اللي سكر الطرقات ليش حكيت أنا عن ما عندي شيء ضده لجبران باسيل بس أنا يومتها لأنه هو بسببه شفنا الملايين على الطرقات رجعنا شفنا الطرقات تسكري ما نحن بدنا اقتصادنا يرتاح بدنا البنوك تنفتح نحن منا زعران عم نقنع هالشباب يا شباب روقوا نحن ما نخرب البلد نحن جايين نعمر بدل ما هن يقعدوا ويشوفوا كيف يعملوا استشارات نيابيه عم بينظموا مظاهره طب كيف بدك تامن يا خيي بهيدي السلطه عم بيعملوا مظاهره كانوا كرمال هيك حقهم قلت يعملوا مظاهره بس شو عنده راي بده يعبر عنه حقه يعمل خمس مظاهرات بس قبل ما لا قبل ما تعمل مظاهره عندك واجبات انت بالسلطه انت بموقع مسؤوليه انت لما تكون بموقع في ناس عم تيجي تايده وحقه هول اجوا قالوا لبنان وما لبنان هول جايين يأيدوه هول هن بعتوا وراهم هن بعتوا وراهم بحشد كبير تعوا لندعم الجنرال اوعى من هيك صدقني صدقني زلمه بقدرته وبحكمته وهالعائله اللي حواليه مش عم بحكي لاحكي نحن بنعرف انه الزلمه اوعى من هيك هيدي المظاهره كان مش ضروري تكون موجود ما رجعت لك شو عملت رجعت سكرت طلقات وعلقنا مع العالم رجعنا علقنا من اول وجديد ما كنا عم نهين الامور نلينها ونعطي مجال وحسن نيه وسام رح نريحك شوي يعني اسم الله عليك يعني وين كنت مخبيهم هو كلهم؟ مش مخبيهم انا رح نريحك شوي ورح نتوقف على صراحة اعلانية ونتابع من بعد هذا الحوار مع وسام حنا منتابع مشاهدينا هذه الأمتي أمسي مع الممثل وسام حنا وسام يعني مولع الدنيا على السوشيال ميديا وعلى الواتسابات عندك وعندي يعني مش ملحقين صوت الناس في إشادة لأنه الناس بحملونا ما بحملونا مسؤوليات وكل حدا طلع بليز أقول هيك بليز أحكي هيك قد ما الناس إنه عندها قصص وموجوعة كل العالم كل العالم رح أقرأ لك مثل من الأمثلة الكتير زميلنا جورج الهاني بيقوم بيقول وسام حنا أنت وسام على صدر الثوار الله يحميك هالشي ما بيحملك مسؤولية بلا كبيرة. الله يحمينا جميعا لأنه عارفين أنه الطريق صعب بس برجع بقلك أنا أكتر حدا عندي أمل بهيدي الثورة بس هيدي أملي ما بقلك هلأ وسنة وسنتين وجمعة أنا عندي أمل أنه نحن اليوم حطينا حجر الأساس بس هيدي أمل للبنان الجديد وسام عم تحكي حكي كتير كبير
ممكن بهالمرحلة يلي عم نشوف فوضى على الطرقات وعم نشوف فوضى بالمرحلة، أنا ممكن انت وفيلي هلا الليلة أنا لا سمح الله بدي خبرك شيء يصير معك شيء. انا ذكرت وان شاء الله ما يصير ما في ثورة بلا دم. انا كل اللي بدي اطلبه من الموجودين بس انا كل اللي بدي اطلبه من الموجودين بالسلطة من سياسيين ورجال دين بالاخص يوقفوا وقفة رجال. من 100 سنة اللي اسس دولة لبنان الكبير البطرك حويك ليك التاريخ بعده بيذكروا لهلا واليوم على على مسار الطوباويين والقدسيين. انا كل اللي كنت عم بطلبه انه من بكركي لما قلت لها كنت واقف في جلاديب وقلت نحن ما رح نطلع بكركي مثل ما صار بالزمانات بكركي لازم تنزل على الشارع. فانا بعدني على موقفي انه انا معول كثير على موقف البطرك الراعي انه ما يوقف هيدا الموقف الخجول. موقفه حلو بس خجول. هيدا التاريخ هلا بده موقفه بده وقفه مش مهزوزه. فانا اليوم ندائي لإله لانه انا معول عليه معول على هيدي الكرسي وبعرف تأثيرها. ما يخافوا على رئاسة الجمهورية كلهم ما بنسمع بيقولوا لي انه بس منخاف على موقع رئيس الجمهورية. هيدا الموقع الوحيد اللي قلنا ما نخاف. نحن مرسومين بعيون الله، نحن بلد القديسين، نحن بلد مرشاربيل، ما نخاف. الله حمينا ما نخاف. بس ما نضل نخاف من حروب. في ناس دفعوا أثمان كبيرة، في ناس انخطفوا، في ناس انقتلوا. صح صح. أنا كنت أنا مثلا من حق الناس يخافوا. أنا كنت معول إنه اليوم في عنا كان طلع على سوريا كرمال نرد اللاجئين الموجودين عنا. بس إنه كمان قبل ما أرفع شعار اللاجئين الموجودين عنا أرفع شعار الأهل المحروق قلبهم الموجودين بعضهم بسوريا أولادهم يعني كمان إنه هيدا عنوان كتير كبير. مع إنه أنا مع إنه هيدي الطلعة كانت على سوريا كرمال كمان حل موضوع اللاجئين. بس كمان ما بدي صوب بس على اللاجئ المعطر الفقير. يعني مذكر لما عملوا حملة الحفاظ على الصناعة اللبنانية ومدري شورة وين عملوا الحملة؟ راحوا شافوا كم حلاق وكم خضرجي وكم دكنجي موجود بعين الرمان ومدري وين طلعت براسهم الخبرية. انت لما بدك تحافظ على صناعة بلدك وتجارة بلدك بتروح عند رؤوس الأموال الكبيرة الأجانب مش هؤلاء المعطرين لأن كلهم على بعضهم إذا بتجمعهم ربحهم بيطلعش من 2-300 ألف دولار. اليوم في شركات كبيرة منا لبنانية بتروح عليها مش بتروح عند هؤلاء المعطرين. أنا اليوم بيتهموني إنه مثلا أنت هلأ أوجي لو أنا أوجي بطلع ضد قرار وزير العمل وقت تتهجم على اللاجئين الفلسطينيين وقال له يا خي هلأ مش وقته هيدا القرار مش وقته هيدا القرار بس لأنه بدي أعمل مكاية. شو انتمائك سياسي لكن؟ ما انت يا خي عندي كان مش كان بدي خبرك شيء. عندي انتماء سياسي لزعيم بس ما بحياتي قلت له بالروح بالدم. مين هالزعيم؟ دمي للوطن بالزعيم بالمطلق مش ضروري يكون في زعيم. عندي فكر سياسي معين بس ما بخلي هيدا الفكر هو يغسل لي راسي فيه. فكري لإلي فكري لبلدي كل عمري هيك على مسافة وحدة من الكل بحب ايه هيدا اكتر من هيدا. ما في حدا يجي يقول لك بده يجي واحد يقول لك انا بحب هيدا وما بحب البقية هيدا بيكون تلطميس هيدا بيكون غنمة. انا اليوم لما بتطلع السيد حسن نصر الله وبشوف مواقفه تجاه الكيان العدو الاسرائيلي بقول على هيدا رجل عظيم. بتطلع بهيدي المواقف بلاقي رجل جبار بنبسط فيه عندي هالمحل بحبه فيه. تدخله بالشؤون اللبنانية وبلاقيه انه مساره بالتدخل بالشؤون اللبنانية وكيف عم يفشل دايما لما بيتدخل بالقصص الزوايا اللبنانية ما بيعني لي موقفه. مش مشترك حدا مشرك يا حبيبي مع بعطيك من البطرك للسيد نصر الله للرئيس الجمهورية ما عم تهجم عليه للنصر بالعكس حدا. اليوم عم بقول له انا اليوم هذا رجل عربي رجل عالمي سيد نصر الله رجل عالمي بوقفته. وانا لما سالوني هل انت مع نزع سلاح المقاومه خي انا ماني حدا بس انه سؤال مثل كهالمواطن قلت لا لانه انا بعرف في عنا جرثومه اسرائيليه كل دي او الثانيه. ما بننسى نحن 2006 شو عملت فينا بدت تحاربنا. في ناس بيعتبروا انه اصل المشكله هو هذا السلاح. مش مزبوط هذا الشيء. انا اليوم لما اخلص من هذا الجرثومه اللي عندي اياها بعدين بحل هذا الموضوع. وسام تكون صريحين. في ناس اكيد هلا عم بيحضروك عم بيقولوا
بقول لك يا مثل ما هي، شو خصه ويسامح لنا يحكي بالسلاح ويحكي بهذا؟ شو خص كل العالم صارت تحكي اليوم. اليوم بدي خبرك شيء، احلى شيء بهيدي الثوره، احلى شيء اللي كانوا يقولوا انه اللبناني عاطل عن العمل وبطل وصارت مدارسنا الرسميه تعتير، احلى شيء شفته بهيدي الثوره بتطلع بلاقي الختيار والختياره والشاب الصغير بيحكي عن استعاده الاموال المنهوبه، بيحكي قصص دستوريه، بيحكي عن الحكومه التكنوقراط. انت شفت الناس كيف بتحكي بحكومه التكنوقراط؟ الناس عم تحكي قصص دستوريه معلمينا نحن بالحقوق بقينا 3 4 سنين. هيدا دليل نجاح هيدي الثوره، انه هيدي الثوره خلقت شعب مثقف، شعب معلم، شعب بده يحكي. ولك هلا اذا انا بدي اطلع على التلفزيون انا وياك كم مره منلك؟ انت عم تشوف العالم لما تطلع على التلفزيون بتحكي دقيقه دقيقتين وبتجي لتقشطها الميكرو ما بتلك. شعب جبير يعني. ليش بدي هاو كل الناس عم تحكي؟ والحلو خلصت الثورة هون، والحلو هلا هن اللي كانوا مستلمين هن الرأي العام واللي هن اللي مستلمين هيدي المنصات بطلت لقلون. هيدي الثورة رجعت مش الحكم للشعب، رجعت الكلمة للشعب ورجعت الخطاب المتعالي للشعب. بعد ما عشنا فترة طويلة من الزمن هن عم بيحكوا فينا وهن بيخاطبوا فينا وهن بعيطوا علينا وهن سكتوا وهن مدري شو وهن 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 وهن، لقينا هلا الشارع لا هو شعب وهن ساكتين مثل الجرادين، ما حدا منهم عم يحكي، ما عم شوف حدا منهم على التلفزيونات، بيمرقوا بمواكبهم مثل الصراصير، ما حدا بيصير يزمر. انت ملاحظ اليوم بمرق موكب اليوم 4 سيارات هيك ورا بيك بقى السكت مثل الجرادين صاروا. عم بتسميهم جرادين وصراصير وبدك ما يسبوك على السوشيال ميديا. عم بحكي عن الكل انا، عم بحكي عن الكل، ما عم جيب سير حدا. هلا في صلي تحت باطل بعربش على العالم هو الحق عليه. فهيدي الثوره عملت من هيدا البلد بلد حضاري، ولك شوف العالم عم تفرز على الطريق. بلد حضاري في تسكير طرقات وفي حرق دوليب وفي ناس، وكيف بدك تعمل ثوره؟ عن خوات وعم كيف بدك عن خوات مين؟ شو بدهم يحكوا؟ شو بدهم يقولوا؟ قالوا عربده وقالوا دروغ وقالوا اراجيل. لي قبل الثوره هلا اذا حكيت مشكله احكي احكي بس بدون ما تعيد المثبت اللي قلتها. لا مش مثبت، لا قبل الثوره شبابنا اللي عم بيتعاطى وين؟ اكبر نسبه التعاطي وين؟ وين وين ما بالثوره صار في تعاطي؟ ما بلدنا كله صار عايش على التعاطي. الاميات لا يطالع صار خطا، اولادهم قاعدين لشغله اللي عامله عم بيتعاطوا ليل نهار. الثوره عملت التعاطي؟ نطروا الثورة العالم لا يعملوا سكس؟ بالخيام عم بيصير سكس؟ ما كانش عم يصير في سكس، عملنا الثورة صرنا نعمل سكس؟ بيطلع هيدا الحكي من مسؤول؟ بيطلع هيدا الحكي من مسؤول؟ شو بتعتب على الناس؟ بيقولوا لك ليه الناس سبت؟ ليه الناس عم بتسب؟ ما هن اللي علمونا المسبات، لما كانوا يلقوا ينقلوا جلسات مجلس النواب، تعلمنا منهم كيف يهجموا على بعضهم ويشدوا شعر بعضهم ويسبوا بعضهم، الناس منين تعلمت السب؟ وسام في فنانين انت منهم شاركتوا بالحراك واعطيتوا رايكم، يمكن شوي مختلفين بالراي بس كان في قسم كبير منكم مع الحراك. في ناس بالموقع الاخر فنانين، في ناس هجموكم صح ومش ضروري سمي معروفين. شو بتقول لهم لهول الاشخاص؟ هو شو يعني مخدوعين ولا شو بدي بقول لهم؟ ولا يقولوا لي انا عم بطلع ممكن. عم بطلع على لبنان المجد، لبنان الحريه، رايحين لوين رايحين؟ بدي اطلع بهودي انا شو عم بيقولوا شو مش عم بيقولوا؟ شو بعرفني خيي شو يمكن هو خلينا نستعمل نفس التعبير اللي هن اللي عم بيستعملوه قبضوا. شو عرفني؟ شو بعرفني الناس شو عندها بافكارها؟ في ناس مجنونه منها طبيعيه. عم بقول لك انا اليوم لما تحريت عن هذا الزلم اللي بجزين يلي كاتب عني قصص ديتيلز غريبه عجيبه، هيدا عم بتقول عنه مجنون، بس في 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 مخرج معروف ما خلي لكم كلمه. المخرج المعروف قال هن عم ينزلوا لقانون المثليين الجنسيين. ايه مزبوط، برافو عليه. شو وين عملوا قانون للمثليين؟ شو يعني وين الغلط؟ اذا اليوم هيدي السلطه يعني بدهم يعملوا قانون مثليين بدي انطر. بس قول وين الغلط يعني عم تعترف؟ شو يعني انا اذا بدهم يعملوا قانون واذا عاملين جمعيات وعم بيحموا حالهم؟ لا بس هو قال السبب الحقيقي للثوره هو تشريع قوانين للمثليين. هول المعطرين نزلوا على الطرقات ليشرعوا. والله اذا صاروا المثليين الجنسيين هالقد كتار فاللي يستلموا الحكم. اذا 2.5 مليون هن مثليين جنسيين هلا هي وضحها احسن ما ياخذوا لك هلا ياخذوا اللي بدهم ياخذوا ويحطوا لك اياها. ما انت عم بتقلي انه هن قالوا هيدا الموضوع، اذا هودي الاشخاص هن كلهم
الخستة والختيارة وهي شدة شعرة لهالبنت ضحكتنا هذيك المرة، هالختيارة شدة شعرة وهذا الختيار اللي قاعد، إذا هاو نازلين كرمال قانون المثليين الجنسيين يعني برافو عليهم بهنيهم يعني وصلوا لمراحل متقدمة. هيدا اسمه شو بسموه إفلاس. عم بقول لك بديش ارجع عيد الكلمة اللي قلتها، نحن على الهوى والهوى محترم وأنا هالشيشة بحترمها. لما ما يلاقوا شيء على العالم بيقولوا عنه عن البنت هيك وعن الشاب هيك، صرنا معروفون. كل ما يلاقوا شاب مرتب بيلبس حلو بيقولوا عنه هيك، وكل ما يلاقوا بنت مرتبة بنت عائلة بيقولوا عنها هيك، ومنزل النار بالناس. ليه خسرت وسام أصدقاء بهالفترة؟ أصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي وأصدقاء فعليين. ما بحياتي فكرت أنا بالخسارة، ماني أنا حياتي منا خسارة وربح، حياتي أنا موقف. هيك أنا خيبوا لك أملك. إيه في بالفنانين بالوسط شوي. الفني ايه، وفي ناس بالعكس مثلا انا تتجرأ تسمين لحدا خيب. انا ما بدي احكي عن الخيب قبل ما بحكي عن الناس اللي شايفت حالي فيها. مثل اليسا امبارح موقفها جردت دعما لك. ايه كان دعم حلو واضح. في ناس بالوسط الفني كتار كمان مداخله من الممثل اللي ندى ابو فرحه لا كتار كلنا كتار، بس انه بس انا حتى بنفس الوقت انه انا اللي كنت عم اقول لها اياه للوالده انه ما تنطري حدا يدافع عني. انا هالقرار انا اخذته وانا بدي اتحمل نتائجه وانا بدي اتحمل عواقبه، بس انا بدي ادعي للناس انه في الله، ولما انت تبتلي على حدا بالحكي العاطل هيدي خطيه، هيدي رح تتحسب عليها بيوم الدين. استاذ اللي عمره 80 سنه اللي عم بيحكي عني حكي عاطل هذا كيف بده يقابل ربه؟ ما فكرت تتواصل معه؟ شو بدي اتواصل معه؟ ما انا مشكلتي انه لما بتتواصل معهم بيستحوا وبيخجلوا، وهلا اذا بروح لعندهم بيفتحوا لي بيوتهم. لانه الشعب اللبناني شعب طيب بالنهايه. بس ما بعرف بعد بكل هول اللي انتقدوك عشنا وين حسيت بجرح فعلي؟ ومين جرحك فعليا؟ عايشين بالطائفيه معشعشه فينا والحقد معشعش فينا، وبعدنا عايشين على امجاد الثمانينات والتسعينات وحرب الالغاء. بيطلعوا على الشارع بيحكوا انه نحن كنا نطلع نوقف قدام قصر الشعب، نحن كنا نوقف على الجبهات. هدوك الميل الثاني مشان ما اقول بس عم بحكي عن ميلي، ناس بعدها عايشه 30 سنه لورا، عايشه على هيدا الامجاد اللي ورا، كيف بدك تغيرها؟ بس في ناس عم بيتهموك انه انتم عم بترجعوا البلد لورا. كيف عم نرجع؟ بالطرقات وبحرق الدوليب يا عيوني. طب قل لي انا انت بالحواجز. طب ما نحن عملوا بال 2005 قعدوا سنه هلا معطرين بالخيام بساحه الشهداء وما تغير شيء. هي البلد كيف بده يتغير؟ هذا البلد كيف بدك ترجع مصرياتك واموالك المنهوبه؟ كيف بدك تيجي تقول له لهذا الحرامي انه رح تستعيد اموالك المنهوبه؟ هالشغل الوحيد اللي مش مامن فيها، بس على القليله بيوقف الهدر، على القليله منبطل نوقف نشحد قدام السفارات. اعطونا مدين ايدينا كل النهار عم نزور الدول، اعطونا. ولك لو عم نشحد وعم نغتني وعم ينقص ديننا وقفوا كلنا بنوقف بنشحد بنمد ايدينا من الخليج للخليج، بس منشحد ومنضل نمد ايدينا للعالم وعم نقع بدين. طب شو هالظلم هيدا؟ وين العدالة بهيدا الشيء؟ ديون 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 وعم يا اخي. طب ما عبيته مصاري، يا الله عبيته مصاري لولد الولد، شو بعد بدهم؟ ما عبوا، لو ما عبوش لو ما في مصاري عراسي ينهبوا بعد. بس ما كل واحد 10 مليار و9 مليار و8 مليار، خلاص بده يعمل فيه ياخذهم معه. ما مات، ما شاف مين مات. بسام بكل اللي سبوك وهجموك، في حدا هيك اثر فيك اكثر من غيره وجرحك اكثر من غيره؟ قلت لك هالاستاذ اللي قريت عنه جرحني، لانه انا علاقتي مع اساتذتي، انا شخص كنت مشاغب بالمدرسه بعترف، سلوكي كان على طول 10 و9، بس كنت من الاوائل دائما. وانا بعتبر انه مش اهلي اللي ربوني، اساتذتي اللي ربتني، يعني بعدني عندي علاقه مع اساتذتي علاقه رهيبه. بزعل لما يقول ايه هذا كان تلميذي بس كان حدا عاطل، اما حدا كلام ما بدي اذكره على الهوى، انه بدل ما تكون فخور فيي. وبعدين في ناس عم بلاحظها، صرت هلا عم بلاحظها بالفتره الاخيره، انه لك هيدا اللي كان ما معه يمشي اما كان عايش ببيت معطر ومن عائله فقيره، لك وين صار بده يحكي علينا. خلينا يعني لما توقع البقره بيكتروا سلخينا، ما بحبوا يشوفوا حدا نجح، كانه نحن ما توفقنا بحياتنا، خلينا نشد نزول لما نتوفق بحياته. غير هيك ليه بدك تدمر شخص؟
ليه بدك تحكي عن شخص ناجح؟ شو عملت له أنا؟ هذا الشخص اللي أنا اللي عم يأذيني واللي حتى كذا طبعاً أنا شو أذيته؟ شو بيقبل يحكي عن بنته؟ بس أنت كمان بالصحات وبالمزارات حكيت حكي قاسي. حكيت حكي قاسي بس أنا بحياتي ما جرحت. استفزوني وردوا عليك. أنا ما بحياتي أنا حكيت حكي جارح، أنا كنت عم بحكي حكي سياسي كل الوقت. أنا لغة في متظاهرين شتموا سياسيين. إيه؟ شو رأيك؟ معهم أنا بدي خبرك بشتم؟ بدي خبرك شيء. معهم بشتم. خليني خبرك شيء. أنا لما هجموا على محلات الشوكولا بطرابلس بدون ما سلم أي محلات شوكولا صرت أرقص صحتين على قلبكم قلوا صحتين على قلبكم شو بيسام هي سرقة مش سرقة كيف مش لأنه الشعب عم بيسترد حقه هيدا ملك خاص مش شو ملك عام خليني خبرك شيء توصل لمحل من المحلات هيدي ببطل اسمها فوضى توصل لمحل من المحلات هي اسمها حق عم تسترد حقك من زلعيمهم حق إيه يمكن من اللي سرقوا هيدا محل مؤسسة خاصة أنا عم بخلك شو قل أنا شو حسيت شو بدك تقلي أنا زلمي مسالم وأنا زلمي محب وأنا زلمي برفض العنف أنا لحظة شفتهم عم بيأكلوا شوكولا بسطت من قلبي قلت يا عمر دينكم هل معطرين الفقرة بطرابلس اللي بيستحلوا حبة شوكولا كيلو المسبات أنا برجع بقلك لأنه هن علمونا نعيش بشارع مسبات طريقة تعاملهم مع بعضهم مسبات بمسبات نائب طالع يقول يختي ويختي وبختي ويختي ومدري شو رايع يا اختي شو ناطر اذا هيدا نائب ممثل امي ممثل منطقه طالع يحتي بيخت ويخت وبخت وتخت شو بدك تقول بعد عن الناس هي المعطر اللي مش فايت على المدرسه والربيان بالشارع شو بدك اياه يحكي بتحكي عن نائب زياد وي دونك اورنيكار شو بده يحكي اذا انت النموذج والمثال بتحكي بالطائفية وبتحكي بالمحاصصة وبتحكي انه هذا المقعد لإلي لا هذا المقعد لإلي لا هذا لإلي لا هذا لإلي وسام عندك طموح سياسي ولا هيدي بس مرحلة عم بدي خبرك شيء انا زلمة عملت حقوق بس بعبد شيء اسمه مهنتي فولا يوم ممكن اتخلى عنها هي ليكون واضح الموضوع واضح وصريح نهائيا ونسكر على هذا الموضوع طموحي انا في ناس عم ينظروا لك طموحي انا اعلى ب ب ب مهنتك مهنتي ونقطع السطر بس في ناس عم ينظروا لك انك عم تستغل هذا الحراك الشعبي لتبين اكثر بدي اكيد انا عارف تبين ناقصني بروباغندا ولا مسلسل اللي برداني انا على الام تي في كان مكسر الدنيا كنت مش بحاجه وكانوا العونيه مغرومين فيي بالعكس انا ضرني الحراك اكثر ما فادني وانا هن زعلوا مني لانه انا حكيت عن جبران باسيل بس برجع بقول لك انا ما حكيت عنه لانه بدي على بالي احكي عنه انا حكيت عنه لان ساقبت هيدا النار صار هيدا الحراك غير هيك ابدا الموضوع ما بيعني لي وبرجع بقول لك اذا بدهم يرجعوا يجوا هني بالمرحله هيدي شو بتقول اليوم للجمهور العوني شو بتتوجه له بقول له انت خيي ولما هيدا البلد يزبط رح يزبط علي وعليك ما توقف بدربي بس فهمت الرئيس الاحد بحبكم كلكم يعني كلكم عندك هذا المحبة للشارع ما عندي شك كمان. فيه أنا للرئيس ما عندي شك بهذا الموضوع زلمي صار بوضعه وبعمر ما عندي شك أبدا 1% قلل من احترامه أول شيء بغض النظر أنه هو رئيس جمهوري ولا مش رئيس جمهوري زلمي بعمره وبمقامه وبنضاله وما ننسى أنه اللي نحن عم نناضل فيه هو ناضل فيه لسنوات كتير طويلة ولكن تغير النضال تبعه أنا معه بس تغير قدوا أكتر واحد ناضل أنه هو ضد طلع يقول ضد التوريث السياسي وأكتر واحد حكى ضد فرنجية وضد جميل وضد كذا لما وصلوا على الحكم ما عم نسمع إلا بعائلة عون ما عم نسمع إلا بهالعائلة الله يزيدها ويكترها يعني فهمت علي أنا ما عم تكسرها وبتجبرها وبتكسرها يا حبيبي أنا عم بحكي لغة الشارع أنا عم بحكي لغة يعني أنا مع النضال اللي طالب فيه بس لما ما عم يفرجونا هيدا الشيء يعني ما عم نشوف ما انا بدي المسه انت اليوم بموقع سلطه انا بيقولوا لي طلعت اطرح حلول مش شغلتي اطرح حلول انا طلعت اطرح اسماء مش شغلتي اطرح اسماء انت اللي بالسلطه شغلتك انا علي وافق او ما وافق انت بالسلطه مش قادر تعطي حلول زيح بطلع انا ساعه تبعت حلول هن اللي بالسلطه اليوم هن اللي بدهم يحطوا اصلاحات نحن لليوم يوم 19 20 رح نفوت بالثوره شو قدموا اصلاحات شو عم بيقدموا اصلاحات غير سقطت الحكومه ومش راضيين انه كانت تسقط الحكومه، هيدا الشعب بده يحس باصلاحات يدعي لاستشارات نيابيه على السريع، لشو هيدا المماطله؟
وسام، نحن انتهى وقتنا. ختاما، اليوم جيت مع العلم اللبناني على كتافك وعلى صدرك، ما رح اطلب منك تتوجه لشخص، بدي اتوجه لهال العلم، هيدا العلم اللي اخترت تجي تطل فيه اليوم. شو بتتعهد قدام هيدا العلم، قدام شعار لبنان؟ انا بتعهد انه نحن ربينا بعيال كلها عندها انتماءات حزبيه، وكلها جايين من محلات كنا نقول بنروح بالدم نفديكا يا زعيم الفلاني. انا بس بدي اقول له انه انا بهالمرحله من المراحل رح اقول لك بنروح بالدم بفديك لك. وانا بدي اشكر هيدي الثوره لانه خلتني احب بلدي. قبل كنت اقول حب بلدي هيك بالاغاني، حب عسكري بالاغاني، تسلم يا عسكر لبنان، ومن هيصلوا لما نسهر بالكلبات، لما يحطوا يا سيف على قلعدة طاير وصبوحة نرقص. بس هلأ لما شوف العسكر واقف قدام المتظاهرين وبدوا يزعبون وبدوش يزعبون وعم بيعملوا هيك بكتاف بعضهم، هالحركة اللي بدو يدفشون وبدوش يدفشون، هذا قلبي بيكبر بهذا المهون. بحبه للعسكر تبعي أنا، اللي أنا معول عليه أصلاً، إنه هو 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 الوحيد اللي نحن متكلين عليه. وبتمنى، أنا عارف إنه ما في لا باليد حيلة، والشيء اللي صار اليوم بعرف إنه هو مجبور كمان عليه، بس أنا بضل بقول إنه يحمي هذا البلد ويحمي عسكره، لأنه نحن معولين عليه. إذا هذا العسكر ما وقف على معنا، هيدي الثورة رح تفوت بالحيط. وفاعل عسكر الإعلام اللبناني، إذا الإعلام اللبناني ما وقف حد هيدي الثورة، هيدي الثورة خلصت. يعني على أمل هيدي المحبة للبنان تتعمم ونحب لبنان كلنا، يعني كلنا بالمحبة. أكيد. بتشكرك وسام حنا، بتشكر كل ضيوفنا اللي كانوا معنا بهالحلقة. مشاهدينا إلى هنا تنتهي الحلقة، إلى اللقاء.